طيب مرحبا، أنا محمد الموسمي شريك مايكروسوفت للطلاب، وراح نكمل حديثنا عن مونو جيم. في الجزء الأول تكلمنا عن مقدمة إلى زمرين وإلى مونو جيم، بعدين أخذنا بعض المفاهيم الأساسية في المونو جيم. الآن راح نكمل شوية على بعض المفاهيم الأساسية هذه، بعدين ننتقل إلى الديمو. طيب احنا تكلمنا عن الجيم تايم وأهمية الجيم تايم، وإنه راح يخلي الجيم لوجيك الخاص ب اللعبة فريم ريت اندبندنت أو مستقل عن قيمة الفريم ريت. بس دحين نبغى نشرحها بشكل بسيط، لأنه أمس ما شرحناها. فلو قلنا مثلا في عندنا الأوبجكت هذا اللي هنا، تمام، وهذا نبغى نحركه بشكل أفقي، تمام، فنبغى يتحرك بشكل أفقي على هذا الاتجاه. فايش راح نسوي؟ إذا خلونا نفرض أن الفريم ريت عندنا 30 فريم في الثانية، طيب إيش اللي راح يحصل لو ربطنا قيمة الاكس للاوبجكت هذا بالجيم تايم، ما ربطناها بقيمة ثابتة؟ فلو ربطناها بالجيم تايم وفرضنا ان احنا عندنا هنا 30 فريم في الثانية، اذا الفريم الواحد او الجيم لوب الواحدة تاخذ 1/30. اذا احنا في كل مرة في الابديت راح نغير قيمة الاكس للكائن هذا، فتصير هي نفس القيمة القديمة بس راح نزود عليها 1/30. طب لو زودنا الان 1/30 وبعدين جات الجيم لوب الثاني زودنا 1/30، فاذا هنا عندنا 1/30، بعدين هنا 1/30، واستمرينا الين وصلنا الى 30/30. ايش هي قيمة 1/30؟ هي قيمة الالابست تايم، اللي هي احدى القيم اللي بترفق في الجيم تايم. يعني احنا بنستخدم الوقت المخصص لتنفيذ الجيم لوب عشان نضيفه على قيمة الاكس للاوبجكت هذا، تمام؟ طيب السؤال الان، لما يصير عندنا 30/30 اللي هي 1، الجسم الان يكون يتحرك المسافة هذه من هنا الى هنا خلال كم؟ راح يكون قطع المسافة هذه كلها خلال ثانية واحدة، مظبوط؟ اذا خلال ثانية واحدة قطع المسافة هذه كلها. طيب السؤال الآن، لو غيرنا الفريم ريت خليناه بدل ما هو 30 فريم للثانية خلينا 60 فريم للثانية، طيب إيش اللي راح يحصل الآن؟ هل الجسم في نفس المكان، هل راح يتحرك خلال ثانية واحدة إلى نفس المكان لما كان الفريم ريت 30 فريم في الثانية، أو راح يصير يعني ينتقل أبعد أو ينتقل أقرب؟ راح نشوف الآن. إذا كنا بنستخدم الإلابست جيم تايم، فإذا وكنا بنضيفه على قيمة X، فاللي راح يصير انه قيمة X راح نزيدها دائما في كل ابديت، راح نزيدها بكم؟ ب1/60، لانه الجيم اللوبة الواحدة راح تاخذ 1/60 ثانية. فاذا انت بتزيد هنا 1/60، بعدين 1/60، 1/60، 1/60، تستمر الين ما توصل 58/60، 59/60، 60/60. في النهاية انت وصلت للمكان هذا، تمام. اذا عامل الزمن ايش اللي لما استخدمنا فكره الوقت المستغرق اللي يعني الجيم لوب بتتنفذ فيه، لما اضفنا هذا الوقت على قيمه اكس، ايش اللي حصل؟ اللي حصل انه الجسم اتحرك من هنا الى هنا نفس المسافه بالضبط، تمام، خلال فتره ثانيه واحده. طيب كذا نكون شرحنا موضوع الجيم تايم. طيب كمان قبل ما نبدأ في الديمو، خلينا نشوف كيف ممكن نرسم اوبجكت في منتصف الشاشة. لو جينا هنا للجيم 1، قلنا نبغى نرسم اوبجكت في منتصف الشاشة. في احد عنده فكرة ايش راح نسوي عشان نرسم اوبجكت في منتصف الشاشة؟ عبد الله بيقول ثانية، ما فهمت عليك عبد الله، ايش قصدك ثانية؟ السؤال السابق اعيده مرة ثانية. طيب السؤال السابق انه كان كيف نرسم اوبجكت في منتصف الشاشة، يعني زي المربع اللي عندنا قبل شوية هنا، نبغى نرسمه في منتصف الشاشة، تمام، ما نبغى نحركه، ما نبغى نسوي الموفمنت، بس نبغى نرسمه في منتصف الشاشة. يعني الكود هذا اللي هنا الخاص بالتحريك ايش راح نسوي فيه؟ راح نخليه كومنت.
ايش المشكلة؟ طيب الآن خلينا الكود هذا كومنت، خلونا نكبر حجم المربع شوية، خليه مثلا 150 في 150. طيب الآن لو رسمته هنا هذا المربع، الآن نبغى نرسمه في النص، مظبوط صح، أبعاد الشاشة قسمت 2، بس يعني ما راح أقول صح 100%، أنت قربت مرة من الحل، لو نجرب الفكرة دي الآن، تمام؟ طيب خلونا نعرف متغير هنا، خلي read only int width، read only int height. طيب وفي ال initialize نضبط ال width ونضبط ال high، فراح نقول ان الويدث ايش هو؟ الويدث يساوي حجم الشاشه، بس متغير عشان ما نكتب الجمله الطويله اللي شفناها امس، بنخزن فيها قيمه الويدث او العرض للشاشه. خليه read only. طيب اذا العرض حق الشاشة الان خزناه في المتغير هذا، والطول خزناه في المتغير هذا. اذا الان ايش راح نسوي؟ طيب المشكلة الاوبجكت يبدأ من فوق، من فوق يسار، ما فهمت عليك عبد الله. احنا الان راح نخليه، راح نشوف الفكره هذه. طيب فاذا خلونا نجي وين نجي في ال في الدرو، في الدرو هنا او هنا، احنا عرفنا الريكتانجل الاحداثيات صارت وين؟ صارت هنا، مظبوط. طيب فبدل ما هي كانت ثابته 10 30، احداث الاكس 10 واحداث الواي 30، لا ايش راح يصير؟ راح يصير احداث الاكس اللي هو الويدث تبع الشاشه او عرض الشاشه مقسوم على 2، تمام. طب وبالنسبه للمحور واي راح يصير الطول تبع الشاشه مقسوم على 2. الفكره بسيطه، هذه الشاشه نبغى نرسم كائن في المنتصف، اذا النقطه هذه في المنتصف ايش تساوي؟ تساوي عرض الشاشه راح نقسمه على 2. وهنا بالنسبة لهذه فإذا كذا خلصنا من موضوع قيمة اكس. طيب قيمة واي هي طول الشاشة مقسوم على 2. طيب خلونا نشغل الكود ونشوف. طيب ما صار في النص، ايش المشكلة؟ مظبوط، من اول نقطة فوق اليسار، بالضبط يا عبد الله، بالصح، مظبوط كلامك. هذه النقطة شرحناها امس، قلنا لما تبغى ترسم اوبجكت على الشاشه، فلما تعين الاحداثيات لهذا الاوبجكت، فالاحداثيات هذه ما هي لمنتصف الاوبجكت، ولا هي للطرف الايمن في الجهه العليا او في الجهه السفلى، ولا هي للطرف الايسر في الجهه السفلى، هي وين؟ في الطرف الايسر في الجهه ايش؟ العليا. فاذا اذا كان هذا اوبجكت وعينت قيمه احداثيات للاوبجكت هذا على الشاشه، القيمه اللي بتعينها راح يبدا من هنا، راح يكون رسمها، تمام. فاحنا لما عيننا النص فعلا الجسم، هذه النقطة اللي هنا جت في النص فعلا، شايفين؟ وهنا كمان فيش في النص، مظبوط؟ طيب احنا الآن مو هذه الفكرة اللي نبغى نسويها، احنا الفكرة اللي نبغى نسويها نبغى نخلي الأوبجكت هذا في منتصف الشاشة، مو انه مو يتم رسمه من المنتصف، نفس الأوبجكت هذا كله يكون في منتصف الشاشة. في أحد عنده فكرة؟ ممتاز عبد الله، بالضبط بالضبط هذا الكلام. فاذا راح نجي الان هنا للمعادله ذي اللي قلناها قبل شويه. طيب
فإذا قيمة اكس ايش راح تصير؟ راح تصير منتصف المحور اكس، او منتصف عرض الشاشة، بس راح نطرح منه اللي هو الريكتانجل دوت ويدث. طب الريكتانجل دوت ويدث احنا حددناه هنا صح 150، خلاص ما يحتاج نكتبه كم تغير، نكتب 150 تمام. 150 قسمة كم؟ 2 تمام. طيب وهنا نفس الفكرة، احنا هنا عندنا الهاي على 2 ناقص 150 على 2. طب نشغل ونشوف. اذا شفتوا الان الكائن ايش صار في منتصف الشاشة. طب للمعلومية يعني في تطوير الالعاب بالذات مع المونو جيم الرياضيات بتدخل بشكل كبير جدا، ف يعني احنا هنا في حديثا راح نركز على الجانب التقني، لكن احنا متأكدين ما انك مبرمج اكيد عندك ايش خلفية رياضية قوية. طيب طب ممكن كمان نسوي حاجة هنا، ممكن نبسط الشغلة ذي اللي هنا، في احد عنده فكرة؟ يعني الاكسبريشن هذا ممكن نبسطه كمان شوية. طب ما في فكرة؟ فكرة بسيطة، في عندنا هنا ايش؟ مقام مشترك بين العددين ذي صح؟ طب ما دام المقام مشترك ايش راح نسوي؟ واضحة الفكرة؟ وهنا نفس الكلام بالضبط. فإذا شفنا نفس النتيجة. طيب كذا نكون ايش انتهينا من موضوع الجيم. الآن نجي للديمو تبعنا، اللعبة تبعنا، وخلونا نذكركم باللعبة اللي راح نسويها. طيب ايش اللعبة اللي راح نسويها؟ سميناها اليقطين الغاضبة. في عندنا البطل، البطل بيمشي إلى اليمين وإلى اليسار تمام، والبطل كمان ممكن تغير اتجاه الحركة تبعه. فإذا كان مثلا بيمشي لجهة اليسار ايش راح تسوي؟ بس دبل كليك على الشاشة فراح يتغير اتجاه حركته يصير على اليمين. وإذا كان بيمشي على اليمين تبغى تغيره على اليسار نفس الفكرة، كمان دبل كليك على الشاشة فيتغير جهة اليسار. كمان ممكن انه باستخدام مستشعرات الحركة نخلي الجوال لما تلفه جهة اليمين وهو البطل هذا قاعد يمشي جهة اليمين ايش يحصل له؟ يسرع تمام؟ وإذا لفيت الجوال جهة اليسار وهو كان بيمشي جهة اليمين إيش اللي يحصل؟ تبطأ الحركة شوية. خلونا نشرحها الآن في طب نشرحها بعد شوية. وطب وإيش مطلوب من البطل؟ مطلوب من البطل كمان إنه يتجنب الصخور هذه. الصخور هذه اليقطينة كل شوية بترمي صخور، واللي بيحصل إنه اليقطينة فترة معينة بترمي عدد من الصخور، يعني مثلا نقول كل ثانيتين ونص بترمي صخرة تمام؟ بعدين إذا اجتاز فترة معينة وقدر يتعامل معاها نروح نزود عدد الحجارة اللي بيتم رميها، فيصير مثلا ترمى كل ثانية ونص. إذا قدر كمان يتعامل معاها تصير كل ثانية، وبعدين تصير كل 75 جزء من 100 من الثانية تمام، عشان بس يصير في تحدي وفي إثارة في اللعبة. طبعا ممكن اللعبة زي ما قلت لكم أمس ممكن ما تكون فيها ذيك الإثارة، بس الغرض إنه إحنا نبغى نتعلم أساسيات تطوير الألعاب مع مونو جيم. والمعلومية الأكواد اللي الآن راح نكتبها في جزء كبير منها راح تستخدمه مستقبلا في الالعاب اللي راح تطورها. يعني احنا الان بعد شويه راح نبني ميني فريم وورك او فريم وورك مصغر بحيث انه راح يكون ريوزبل كود في المستقبل لاي لعبه راح تسويها. طيب بس نشرح فكره مستشعر الحركه، ايش قصه مستشعر الحركه؟ الان لو كان عندك الجوال كذا تمام، وكان عندك اللاعب الان بيتحرك وين؟ بيتحرك في الاتجاه هذا، ايش اللي حصل؟ انت قلبت الجوال ميلته كذا تمام، فصار الجوال زي كذا، ايش اللي راح يحصل؟ راح يمشي الكائن بسرعه تمام. واذا كان بيمشي في الاتجاه هذا جهه اليمين بس انت ميلته كذا، ميلته هذا الاتجاه، ايش اللي راح يحصل؟ راح تبطئ الحركه تمام. فهذا هو سيناريو اللعبه. في الى الان اي سؤال على السيناريو حق اللعبه؟ لا، اتجاه اللاعب بيكون مره لليمين ومره لليسار بشكل تلقائي، يعني هو بيقعد يتحرك اللاعب يمين يسار يمين يسار تمام.
لما يوصل لطرف الشاشة الأيمن بيتغير اتجاهه جهة اليسار، لما يوصل لطرف الشاشة الأيسر بيتغير جهة اليمين. طيب احنا الكود اللي كتبناه لا السؤال السابق ده اتجاه اللاعب الهاي سكور، ايش تقصد بالهاي سكور عبد الله؟ يعني تقصد انه يكون في نقاط او سكورز في اللعبة، بوينتس في اللعبة؟ يعني مثلا اذا قدر ما راح نسويها فكرة النقاط في اللعبة هذه. لا مو لا نهائية، اللعبة خلال دقيقتين مطلوب منه، خلال دقيقتين أو دقيقة مطلوب منه إنه إيش ينتهي من ال يتفادى الحجارة هذه، ما تصيبه الحجارة هذه، تمام؟ لا هي لعبة واحدة، لأنه هو ديمو، هو الديمو هذا اللي نبغى نسويه، الغرض منه ما نبغى، الغرض مو منه إحنا نبني لعبة كاملة، الغرض منه إحنا نتعرف على أساسيات المونوجيم، نسوي ميني فريم وورك، نكتب أكواد راح تكون أكواد قابلة للاستخدام في المستقبل، عشان ايش انت يعني راح تاخذ الكلاسات اللي راح نكتبها بعدين وراح تستخدمها في الجيمز اللي راح تسويها، تمام؟ فاحنا مو الهدف عندنا انه لعبة كاملة بنسبة 100%، الهدف ديمو بس نتعلم منه المونو جيم. طيب هذا الكود اللي كتبناه امس، هذا الكود اللي كتبناه امس الو الصوت واضح؟ طيب هذا الكود اللي كتبناه امس، كان في عندنا الهيرو هنا وفي البطل وفي الخلفية. طيب ايش راح نسوي الان؟ في مشكلة بسيطة في الكود. ايش هي المشكلة البسيطة؟ حاليا زي ما انتم شايفين ان الكود بسيط مظبوط، في عندنا هنا تكستشر 2D اللي هي الصور اللي راح نرسمها، تمام؟ وبعدين في عندنا هنا في اللود كونتنت بنحمل الصور، بعد ما نحمل الصور في عندنا هنا في الدرو وظيفة الرسم، تمام؟ بس ايش بتلاحظوا في وظيفة الدرو؟ انه قاعدين نمرر arguments كثيرة للدرو، مظبوط؟ واللي راح يحصل انه لما تكثر، لما يصير في motions ويصير في حركة وتكثر الكائنات، الكود راح يصير معقد وراح يصير كبير جدا، تمام؟ مو بس في الدرو، على مستوى اللعبة كاملة، على مستوى اللعبة كاملة. هي الحين حاليا عندنا كم مثلا 90 او 91، اللي راح يحصل انه راح يمكن تصير الكود هنا ممكن يصير 200 سطر او 300 واكثر حتى. طيب ايش راح نسوي؟ راح نعتمد على الاو او بي، راح نسوي كلاسز، راح نسوي اوبجكتس، وراح نسوي انكابسوليشن للشغلات اللي يفترض انها ما تظهر هنا، تمام؟ فاول شيء راح نسويه انه الدرو هذه بدال ما نستدعيها للسبرايت باتش، ايش راح نسوي؟ راح نخلي الدرو وظيفه لكل اوبجكت، فكل اوبجكت راح يرسم على الشاشه راح يكون له وظيفه خاصه فيه اسمها درو، تمام؟ والبيانات اللي بنحتاجها من اللعبه زي السبرايت باتش او الجيم تايم او اي شيء عام في اللعبه راح نحطه في حاويه او في كونتينر، وكل الكائنات بترجع للكونتينر هذا، تمام؟ طيب يعني الآن راح نسوي ريفاكتورينج للكود، أو راح نعيد كتابة الكود بطريقة أكثر تنظيم، وفي الأخير بنحصل على نفس المخرجات، راح نحصل على بطل وراح نشوف اللقطين وراح نشوف الشاشة. طيب راح نبدأ الآن. إذا أول شيء راح نسويه راح نضيف الحاوية اللي راح نحط فيها الشغلات اللي راح نحتاجها للرسم أو للرندر أو للطلاء،
تمام. فاذا راح نسوي نيو كلاس راح نسميها رندر كونتينر او الحاوية الخاصة بمعلومات الرندر او معلومات الرسم. طيب الرندر كونتينر اول شيء راح تكون public، وبعد كذا راح نحط فيها الجرافيكس ديفايس عشان يصير متاح للكائنات كلها. طيب ايش المشكلة؟ اكيد نيم سبيس. طيب فاذا طيب الجرافيكس ديفايس وراح نسميه جرافيكس ديفايس. هذه راح تكون بروبرتي. طيب وراح نعرف البروبرتي الثانية اللي هي السبرايت باتش، راح نسميها برضو سبرايت باتش، وهذه راح تكون جيت وست. بعدين كمان راح الجيم تايم شيء مهم، جيم تايم. طيب وراح نسميه كمان ايش؟ جيم تايم جيت ست. اوكي طب هذا اللي راح نحتاجه حاليا في موضوع ايش؟ الحاوية الخاصة بالطلاء. تمام. فاذا معلومات الطلاء خلاص راح نحطها في وين؟ في شيء اسمه ريندر كونتينر او حاويه لهذه المعلومات. سبرايت باتش راح الكائنات ترجع لمين؟ للريندر كونتينر عشان تستدعي وظيفه الدروب سبرايت باتش، او اذا تبغى معلومات عن وقت اللعبه راح ترجع كمان للريندر كونتينر. واضحه الفكره؟ طيب الان خلصنا من الريندر كونتينر، الان واحنا قاعدين نكتب الكود ترى راح توضح الشغله بشكل واضح جدا. طيب خلصنا من الريندر كونتينر، نجي ل فكرة ثانية، ايش راح نسوي الآن؟ راح نبغى نحط رول أو قاعدة في الميني فريم ورك تبعنا هذا، راح نقول إنه أي شيء راح يرسم على الشاشة راح يكون ايش؟ راح يكون عبارة عن كلاس من نوع جيم أوبجكت. تمام؟ زي فكرة الدوت نت فريم ورك، في الدوت نت فريم ورك كل حاجة تقريبا كل حاجة بتكون ايش؟ بترث من الكلاس اللي اسمها أوبجكت، مظبوط؟ حتى لو أنت لها وراثة من الكلاس أوبجكت في النهاية هي مرجعها ايش؟ الى اوبجكت. هنا نفس الفكره نبغى نسوي، اوبجكت خاص بالالعاب، فاي شيء راح ترسمه على الشاشه لابد انه يرث من الاوبجكت هذا اللي احنا راح نسويه وراح نسميه جيم اوبجكت. تمام. طيب فراح نجي الان هنا ونعرف الكلاس تبعنا اللي هي كل الاشياء اللي راح تظهر على الشاشه راح ترث منها وراح نسميها جيم اوبجكت او جي اوبجكت، اختصار كلمة جيم جي اوبجكت. طيب فاضفنا الجي اوبجكت، الجي اوبجكت راح تكون public. طيب اي كائن على الشاشه راح نرسمه، ايش الشغلات المشتركه بين الكائنات اللي راح نرسمها على الشاشه؟ يعني اللي راح ترسمه على الشاشه سواء كان سترينج او نص او كان صوره او كان اي شيء، تمام؟ في امور مشتركه. ايش هي الامور المشتركه؟ اول شغله مشتركه اللي هي البوزيشن او مكانه على الشاشه، احداثيات الاكس والواي للجسم هذا، مظبوط؟ طيب ايش راح نسوي؟ هل راح نقول public int x وبعدين راح نقول سوري get set بعدين public int y get set؟ هل راح نسوي الطريقة هذه؟ ممكن تسويها، لكن في إطار عمل المونو جيم في عندنا كائنات يعني عرف انك تستخدمها هي جاهزة اصلا للاستخدام، فبدال الكلام هذا راح نستخدم ايش؟ الكائن اللي اسمه فيكتور او الكونستراكتر الستراكتشر اللي اسمها ايش؟ فيكتور. طيب فراح نكتب هنا public فيكتور 2. ايش فيكتور 2؟ نقطة ثنائية الأبعاد. تمام؟ راح نسميها position.
راح تكون property get set. طيب خلصنا من ال position، راح نجي الآن للشغلة الثانية. كل كائن في الشاشة ممكن تسوي له rotation أو دوران، ممكن يدور بزاوية معينة، تمام؟ فإذا الخاصية الثانية لأي كائن عندنا على الشاشة راح تكون خاصية للروتيشن. الروتيشن راح يكون float، راح يكون هنا get set. طيب الخاصية الثالثة راح تكون عندنا خاصية إمكانية الرسم أو لا. هذه إحنا خاصية حطيناها في الأوبجكت، فإذا كانت الخاصية هذه مضبوطة بترو إذا يمكن رسم الأوبجكت، يعني اسمح للأوبجكت أنه يتم رسمه. إذا كانت هذه القيمة بفولس لا تسمح للأوبجكت أنه يتم رسمه. public bool راح أسميها كان draw، إذا كانت ترو اسمح بالرسم، إذا كانت فولس لا تسمح بالرسم. طيب الآن في عندنا الكونستراكتور، ايش راح نسوي في الكونستراكتور؟ public object. طيب في هنا في عندنا بس مشكلة بسيطة، انه الديفولت فاليو للمتغير هذا راح تكون ايش؟ راح تكون فولس، صح؟ فإذا في الكونستراكتور هنا راح نضبطها ونخليها ترو. طيب كده خلصنا من موضوع الفيلدز او الاتريبيوتس لهذا الكلاس. اذا اي اوبجكت راح ترسمه على الشاشه له بوزيشن، له روتيشن، في خاصيه بوليان راح تكون اسمح بالرسم او لا تسمح بالرسم، وفي عندنا ميثودز. الان راح نجي للميثودز. اي اوبجكت راح نرسمه على الشاشه له اربع ميثود رئيسيه. الميثود الاولى اللي هي الانيشياليز، فاذا راح نعرف ميثود راح نسميها انيشياليز فيرتشوال فويد initialize virtual، عشان لما نروح ل كلاس بترث من الجي اوبجكت بتروح تسوي له ايش؟ اوفررايد. طيب فاذا هذه عندنا الميثود الاولى. الميثود الثانيه public virtual void load content. طيب اللود كونتنت، مين المسؤول عن اللود كونتنت؟ مين اللي بيحمل اللود كونتنت؟ الكونتنت مانجر، مظبوط؟ اذا راح نمرر الوظيفه هذه للكونتنت مانجر المسؤول عن التحميل. كونتنت مانجر راح نسميه كونتنت مانجر. طيب كمان في عندنا وظيفه مهمه في كل كائن على الشاشة اللي هي وظيفة الابديت. اي كائن على الشاشة بيتم رسمه واكيد بيتم عمل احداثيات عليه، بيتم عمل تحديث عليه، فاذا بنحتاج الى وظيفة اسمها ابديت. طيب الابديت ايش راح نحتاج فيها؟ كنا في هنا في الكلاس هذه كنا بس بنمرر الجيم تايم، لكن الان لاي اوبجكت ما راح نمرر الجيم تايم فقط، راح نمرر كل المعلومات الخاصة بالرسم اللي راح يحتاجها، فالجيم تايم هو واحدة منها، تمام؟ اذا راح نمرر له شيء اسمه ليش الريندر كونتينر او الحاويه اللي بتحوي المعلومات المهمه. اذا هنا عندنا ريندر كونتينر، ريندر كونتينر. الوظيفه الاخيره اللي هي الدرو. كمان راح نمرر لها الريندر كونتينر. اذا وضحت الفكره الان. اذا اي اوبجكت، اي اوبجكت لما اروح اسوي ابديت ولا درو ما راح اخلي السبرايت باتش هو اللي يسوي درو هنا، لا راح اخلي الاوبجكت هو اللي يسوي درو، تمام؟ الان خلونا بس نكمل الكود راح توضح الفكره اللي هنا. طيب اذا قلنا اي اوبجكت في على الشاشه راح يكون من نوع جي اوبجكت. طيب الصور، الصور ايش كانت اول هنا؟ كانت هنا عبارة عن texture 2D، صح؟ اذا هذا ال texture 2D هو يمثل ايش؟ الصور. اي صورة تبغى ترسمها راح تستخدم الكائن هذا. طيب احنا راح نعرف كلاس هنا راح نسميها
سبرايت، سبرايت او صورة، تمام؟ فاي صورة راح ترسمها لابد انها ايش تستخدم فيها الكائن هذا اللي هو جي سبرايت او جيم سبرايت. اذا الجيم اوبجكت كان، الجيم اوبجكت كان عام، لكن في تحته في شيء بيرث من الجيم اوبجكت هو تحته مخصص اسمه ايش الجيم سبرايت. ايش وظيفته؟ وظيفته للصور فقط، يعني مو للكتابات، ما هو للسترينج، مو لشيء اخر، فقط للصور وللصور الثابته فقط. اذا كان في عندنا صور متحركه راح نسوي كلاس بعدين تتعامل مع الصور المتحركه. اذا جي سبرايت او جيم سبرايت، طيب اول شيء راح نخليها بابليك. طيب اذا الجي سبرايت زي ما قلنا راح ترث من ايش؟ من الجي اوبجكت. طيب وفي الجي اوبجكت راح يكون في عندنا مجموعة من الاتريبيوتس الخاصة بأي صورة، فأي صورة راح ترسمها بيكون ليها ايش؟ بيكون ليها كونتنت باث، صح؟ فأنت بتشوف هي بالنسبة للكونتنت هنا وين مكانها، مظبوط؟ طيب قبل ما نكتب الكود اللي هنا خلونا كمان ننظم الكونتنت اللي عندنا هنا، فخلونا نحذف الصور اللي هنا، ديليت ديليت. طيب هنا الكونتنت، طب خلونا نسوي هنا، راح نقول هنا ايش عندنا هنا السبرايتس، فاذا كل السبرايتس راح نحطها في المجلد هذا. طيب الميوزك راح نحطها في مجلد راح نسميه ميوزك او راح نسميه ساوند. طيب الخلفيات راح نحطها في مجلد راح نسميه الباك جراوند. طيب ايش في عندنا الخطوط كمان، اذا كان في عندنا خطوط راح نحطها في مجلد راح نسميه فونت. ايش في كمان، في عندنا الاوفرلايز بس ممكن ما راح نستخدمها، بس ايش نسويها مجلد هنا اوفرلايز. طيب اذا السبرايتس تبعنا اللي كانت الهيرو والباك جراوند والبطل، الباك جراوند راح نحطها هنا، لكن الصور الاخرى غير الخلفيات راح تكون وين؟ هنا. طب اد اكزيستنج ايتم، طيب نجي هنا ونضيف السبرايتس هنا. طب هذه هي السبرايتس اللي راح نحتاجها في اللعبة، في عندنا اليقطين الغاضبة، وفي عندنا البطل بس ثابت، وفي عندنا هنا البطل متحرك هي صورة بعد شوي راح نفهمها، في عندنا الصخرة، وفي عندنا لما الصخرة تلمس اللاعب راح يحصل انفجار، هذا هو الانفجار هنا. طيب أضفنا الصور، طب الآن عندنا الساوندز. في عندنا الميوزك راح نحتاجها، وموسيقى الاكسبلوجن او الانفجار، لما يحصل انفجار راح نسمع صوت الانفجار. طيب اوفرلايز ما راح نضيفها، الفونتس راح نضيف الفونتس. راح نضيف الخلفيات. الآن إيش باقي؟ باقي قلنا الآن هذه الملفات اللي ضفناها هي عبارة عن ملفات، غير ملفات مضغوطة، لكن لما يتم تحميلها للذاكرة في المونو جيم لازم أول شيء قبل ما تتحمل الذاكرة أنها تكون غير مضغوطة، تمام؟ طيب كيف راح نسوي الكلام هذا؟ راح نفك هنا الكونتنت، هذا ملف الكونتنت، وراح نمسح الريفرنسز القديمة وراح نضيف الملفات الجديدة. طيب في عندنا
السبرايت عندنا الساوند والأخيرا الباك جراوند. طيب نسوي بيلد. طيب كويس. طب نرجع الآن للسبرايت. فإذا قلنا أول شيء في عندنا خاصية مسار الكونتنت، فمثلا الكونتنت تبعنا ممكن يكون مساره كونتنت باك جراوند باك جراوند 1، صح؟ إذا هذه إيش؟ هذه سلسلة نصية سترينج. هنا راح نقول private read only string content file path. وفي عندنا كائن آخر اللي هو الصورة، الصورة كانت texture 2D بس احنا غلفناها وصارت وين جوة الكائن اسمه game sprite، عشان التعقيدات نقللها شوية في الكود الرئيسي. texture 2D طيب هذه private. الآن راح نجي لموضوع الببليك. في عندنا شيء اسمه الـ sprite effect. ايش هو الـ sprite effect؟ هو اتجاه الشكل، فهل الشكل تبغاه يكون يعني ينقلب بشكل افقي او ما ينقلب، يعني هذا الموضوع انه الشكل ينقلب، تمام؟ يحصل له فليب راح نشوفه بعد شويه، بس احنا الان ايش راح نضيف السبرايت افكت. طيب راح يكون في عندنا هنا، وفي عندنا الريكتانجل. الريكتانجل في ايش بنستخدم الريكتانجل؟ لما يكون في عندك صوره وتبغى ترسم جزء منها راح تستخدم الريكتانجل، تمام؟ ويعني هذا اشهر استخدام للريكتانجل، وراح نستخدمه في الانيميتد سبرايت شيت. لما يكون في عندنا سبرايت شيت، السبرايت شيت راح تكون صوره، مظبوط؟ يعني زي هنا لو جينا على السبرايتس اللي عندنا وشفنا مثلا الهيرو اللي هنا، الهيرو اللي بيتحرك، تمام؟ ايش الفكره اللي راح نسويها؟ راح نكتب كود بحيث انه يرسم ريكتانجل هنا، وبعدين الريكتانجل راح يغير مكانه يصير هنا، وبعدين يصير هنا، وبعدين هنا، تمام؟ فهذه الفكره اللي راح نستخدمها عشان نحرك اللاعب. بالريكتانجل ممكن يكون ايش؟ نل. وكمان عندنا اللون الكلر. وفي عندنا خاصية الدبث. ايش هي خاصية الدبث؟ احنا شفنا في الدرو هنا لما كنا شغالين هنا كنا نقول انه لازم لما ترسم تكتبها بالترتيب، فاللي تبغى تحطه في الخلفية تحطه اول شيء، بعدين تحط اللي راح يجي فوقه، بعدين اللي راح يجي فوقه. ممكن انك تتحكم فيها بطريقة أخرى باستخدام الدبث، فراح ترفع قيمة هنا في الأخير وتحدد فيها الدبث. الدبث راح يكون float value بين الصفر والواحد، تمام؟ فالصفر تقريبا راح يكون هو شيء في الخلفية مرة، والواحد راح يكون شيء في المقدمة في الأمام. طيب في عندنا الدبث، إذا أي صورة ممكن يكون لها دبث float. وكمان اي صورة ممكن يكون لها ايش؟
ممكن يكون لها طول وعرض، مظبوط. فإذا public float width، وبالنسبة للويث انت ما راح تعدل عليه، بس ايش راح تقرأ القيمة هذه فقط. فإذا راح نقول return texture، احنا عرفنا التكستشر مظبوط. أو سوري احنا شغالين في المكان الغلط. طيب ما حد قال لي. احنا شغلنا على الجيم سبرايت texture دوت ويت. كمان في عندنا ايش الهايت، طيب. وفي عندنا كمان كذا نكون انتهينا من الاتريبيوتس تقريبا، خلاص كذا نكون انتهينا من الاتريبيوتس. الان راح نجي على الميثودز. فاول ميثود راح تكون الكونستراكتور، فراح نشوف الكونستراكتور جيم سبرايت. الكونستراكتور لازم المطور يمرر له قيمة ايش الكونتنت، الكونتنت وين الباث تبعه، تمام. فسترينج كونتنت فايل path لما تمرر القيمة هذه ايش راح نسوي؟ راح نضبط ال private property ونخليها هي القيمة اللي جات من ال constructor. بعدين ال color راح نضبطه على اللون الافتراضي، ممكن المستخدم يعدله بعدين، اللي هو اللون الشفاف color dot white. وبعدين عندنا الإفكت، هل الجسم راح يكون فيه انعكاس أو انقلاب؟ لا ما راح يكون فيه انعكاس. sprite effects dot، لا تقلبه بشكل عمودي بشكل أفقي ولا تقلبه بشكل عمودي، خليه زي ما هو. بعدين المستخدم ممكن يعدل عليها. طيب خلصنا من الكونستراكتور. ايوه مسجلة، الايفنت مسجل، الايفنت مسجل، نعم. طيب الان راح نجي للوظيفة الثانية اللي هي الوظائف اللي قبل شوية عرفناها في الاوبجكت الرئيسية. في عندنا هنا virtual methods، تمام. ايش راح نسوي الان؟ اللي راح نسوي لها overriding، فنكتب override. راح نسوي override لاول وظيفة اللي هي load content. طيب ايش راح نسوي في اللود كونتنت؟ انت مررت الكونتنت مانجر، خلاص التكستشر 2 دي راح تساوي ايش؟ راح تساوي الكونتنت مانجر دوت لود، ولود من نوع ايش؟ من نوع تكستشر 2 دي. بعدين راح نمرر مسار الملف. طيب كذا نكون خلصنا من اللود كونتنت، ويبقى عندنا ايش؟ الدرو. public وليش public، خليها override. بعدين في عندنا draw. طيب في الدرو هنا راح نكتب الكود التالي، بس اتذكروا انه احنا عرفنا في الجيم اوبجكت في عندنا بروبرتي سميناها كان درو، هل يمكن رسم الكائن او لا، صح؟ وعندنا الصور او كان الجي سبرايت او الجيم سبرايت بيرث من الجيم اوبجكت، مظبوط. اذا الكان درو موجوده فيه. طب الكان درو احنا ما سويناها يعني بدون غرض، لها سبب. السبب اللي سويناها انه نسمح للصوره او للكائن انه يتم رسمه او لا. اذا الان هنا راح نحتاجها في الدرو. اذا هنا في الدرو ايش راح نقول له؟ راح نقول له اذا اف كان درو، اذا يمكن الرسم في الحاله هذه ارسم. طيب ايش راح نسوي؟ في عندنا الحاويه الخاصه بالاطلاع او بالرندره او بالرسم على الشاشه، مررنا لها او من ضمن الاتريبيوتس الخاصه فيها، في عندنا اتريبيوت اسمها ايش؟
السبرايت باتش اللي هو الكائن المسؤول عن الرسم. اذا انت بتمرر الكائن المسؤول عن الرسم بيكون بحيث انه يكون متضمن ضمن ايش؟ حاويه الطلاء. فضمن الحاويه هذه ايش راح نسوي؟ راح نستدعي الحاويه هذه وراح نحصل جوتها السبرايت باتش تبعنا، راح نقول له ارسم درو. طيب في الدرو لان الكود كبير شويه ايش راح اسوي؟ راح نقسم الستيتمنت هذه على عده اسطر. احنا عارفين ان في السي شارب ممكن تقسمها على عده اسطر لانه الستيتمنت تنتهي بالفاصله المنقوطه بعكس الفيجوال بيسك. الفيجوال بيسك الستيتمنت بتاخذ جمله بسطر واحد. طيب فراح نقسم الجمله هذه الدرو. زي ما انتم شايفين الدرو فيها ايش؟ الكثير من الارجيومنتس اللي راح تمررها، راح نمررها كلها الان هنا. طيب فراح نقول تكستشر 2D تكستشر، هذه واحدة من الاتريبيوتس اللي بتمررها للدرو. طيب ايش قيمتها؟ في احد هنا برمج على الاي او اس؟ اكيد فاهمين الفكرة ذي، تمام؟ طيب فاحنا بنقول انه عندنا التكستشر هنا ايش راح تكون قيمتها؟ راح تكون قيمتها بالتكستشر التابع للكلاس هذه او للاوبجكت هذا. طيب فاذا ايش هذا؟ راح نحط هنا تعليق ونقول انه هذا هو ذا سبرايت باتش، ذا سبرايت تكستشر، تمام؟ اللي هو التكستشر تبع السبرايت هذا، لان احنا نقصد هذا. طيب طيب راح نمرر شغله ثانيه. الشغله الثانيه اللي هي البوزيشن او مكان الرسم، وين تبغى ترسم الكائن هذا؟ راح نرسمه في البروبرتي اللي سويناها اللي هي البوزيشن. طيب ايش هذا عشان يكون الكود واضح كمان؟ هذا هو the location. واضحة the location، تمام؟ the location in the screen، المكان على الشاشة. طيب بعدين في عندنا source rectangle، راح يكون draw rectangle. ايش هو وظيفته؟ وظيفته انك تحدد اي جزء من الصوره راح يتم رسمه، تمام؟ يعني زي قبل شوي تكلمنا على السبرايت شيت، هل تبغى الصوره كلها ترسم ولا جزء من الصوره فقط يرسم؟ اذا هذا هو ليش السورس ريكتانجل. فاذا راح نقول ايش وظيفته؟ هذا هو اللي يقوم بالشغل التالي: which section of the rectangle راح ترسمه. طيب واذا كنت تبغى ترسم الصوره كامله ايش راح تسوي؟ راح تستخدم القيمه null use null to draw the entire texture. اذا كنت تبغى ترسم الصوره كامله مرر القيمه null. طيب في عندنا الكلر، الكلر ايش راح يكون؟ color. الروتيشن، الروتيشن راح يكون قيمة الروتيشن، بس راح نستخدم الماث هيلبر، راح نقول حول القيمة هذه إلى الراديانز، فهذه قيمة الروتيشن. طيب فإذا إيش هذا؟ هذا هو عبارة عن دوران أو روتيت ذا سبرايت. طيب دور سوي دوران للسبرايت، الدوران راح يكون حسب ايش؟ على ايش راح يكون الدوران؟ يعني على ايش الدوران؟ هل يعني خلونا نرسم الشكل اللي هنا، تمام؟ خلونا نقول هذا الشكل، لما راح نسوي له دوران، هل الدوران راح يكون على هذه النقطة؟ أو على هذه النقطة؟ راح يكون على هذه النقطة اللي هنا، اللي هي هذه ايش؟ الأورجن. طيب فإذا قلنا هنا around the origin، طيب
اوريجن. اوكي، وايش في كمان عندنا؟ في عندنا نقطة الأصل الأوريجين، إيش راح تكون؟ راح تكون نيو فيكتور، والفيكتور هذا إيش راح تكون قيمته؟ زيرو زيرو، تمام؟ يعني إذا الأوريجين تبعنا هو زيرو زيرو، بس في عندنا شغلة جاهزة، بدل ما تكتب الكود هذا بالفيكتور 2، بس اكتب فيكتور 2 دوت زيرو. الكود هذا هو نفس مكافئ الكود اللي كتبناه قبل شوية. فإيش هذا؟ هذا هو عبارة عن the origin of the sprite. في الغالب انك انت ايش بتحدده؟ specify حد، خلي الإحداثيات صفر صفر، طيب، ويبقى عندنا الإفكت راح تكون هي الإفكت، وأخيرا راح يكون عندنا الدبث، فراح يكون عندنا اللاير ديبث هنا ايش هو قيمته؟ قيمته هي الديبث. طب كذا خلصنا، كذا خلصنا. طيب بس كمان خلونا نحط تعليق على الديبث عشان ما تنسوه. راح نقول ايش هو الديبث؟ الديبث هو ذا سورتنج ديبث of the sprite، والقيمة راح تكون between 0، الزيرو معناه للأمام، ارسمه في الأمام front، وإذا كانت القيمة 1 إذن ارسمه في الخلف. يعني مثلا لو كان عندك ثلاثة objects، تمام؟ والثلاثة الأوبجكتس، هذا الأوبجكت الأول مثلا ضبطت قيمة الدبث تبعه بصفر فاصلة ثلاثة، والأوبجكت الثاني ضبطت قيمة الدبث تبعه بصفر فاصلة مثلا ثمانية، والأوبجكت الثالث بصفر فاصلة خمسة ثمانية. طيب مين اللي راح يتم رسمه في البداية؟ اللي قيمته صفر فاصلة ثلاثة لأنه أقل، وبعدين مين اللي راح يرسم خلفه؟ هذا. طب واللي راح يرسم خلف الكائن هذا اللي هو هذا. طيب كده نكون انتهينا من الكود، عرفنا السبرايت، عرفنا الجي اوبجكت، سوينا الريندر كونتينر، خلونا نسوي بيلد. اذا كل شيء سليم الان، ممتاز. اذا الان كل شيء سليم الى الان. هل في اي سؤال؟ ما في أي سؤال للآن؟ طيب أوكي. طيب الآن راح نشوف فائدة الشغل اللي سويناه. إحنا قلنا الشغل اللي سويناه هذا كله الغرض منه إنه نخلي الكود هنا راح يكون منظم، راح يكون كود خفيف وكود يعني جميل وقابل للقراءة وكود منظم، تمام؟ فاللي راح نسوي الآن راح نسوي ريفاكتورينج للكود. فبدال ما هي كانت إيش هنا؟ كانت texture 2D، راح نستخدم الكلاسات اللي احنا سويناها للميني فريم ورك تبعنا. فاذا هذه صور صح؟ احنا عرفنا الجي سبرايت والجيم سبرايت، فاذا راح نستخدم بدال التكستشر 2D راح نستخدم الجيم سبرايت. طيب هذه الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه راح نعرف على مستوى الكلاس، راح نعرف كونتينر ريندر كونتينر، راح نسميه ريندر كونتينر ونحط فيه كل المعلومات الخاصة باللعبة. طيب الآن راح نجي للانيشيلايز، هنا الانيشيلايز راح نقول انه الباك جراوند، لانه احنا الان ايش قاعدين نسوي؟ تهيئة لكائن غير رسومي، تمام؟
يعني خلاص موضوع اللود راح خلاص يكون جوه الكائن هذا، تمام؟ فاحنا ما دام بنهيئ كلاس بنسوي منها انستنس او اوبجكت، ما دام هذه الشغله حاليا غير رسوميه خلاص راح تكون وين؟ في الانيشالايز، ما في عندنا لود كونتنت. فالباك جراوند راح تساوي نيو جي سبرايت. طب ومرر لها، مرر لها مسار الملف. طيب الجي سبرايت وين كان موجود؟ كان موجود في الباك جراوند 1 بس غيرناه، احنا نظمنا الكونتنت. فاذا راح يصير عندنا في مجلد الباك جراوند، فاذا راح نكتب هنا مجلد الباك جراوند، باك جراوند واسم الملف باك جراوند 1. طيب ممكن تقول لي طب ليش ما تكتب كونتنت؟ ليش ما تجي هنا وتكتب كونتنت بعدين باك جراوند وهي موجوده في الكونتنت؟ طب احنا اوريدي حددنا الكونتنت وين؟ في الكونستراكتور، قلنا الكونتنت، الكونتنت مانجر اضبط الروت دايركتور لوب بكونتنت، اذا خلاص ما يحتاج نضبط الكونتنت. طيب خلصنا من الباك جراوند، الان نجي للجورد او اليقطينه. اليقطينه راح تساوي نيو جي سبرايت، راح تكون سبرايت واسمها جورد. طيب وبعدين عندنا البطل الهيرو يساوي نيو جي سبرايت واسم الملف هيرو، الشخصية اللي هي متحركة اللي هي هذه. طيب وبعدين بعد كذا ايش راح نسوي؟ راح نعرف كونتينر جديد، راح نقول انه الريندر كونتينر راح يساوي نيو ريندر كونتينر. اوكي اذا الكود هذا الان له لازمه؟ ما له لازمه خلاص، لانه وظيفه اللود الان بس انت بمجرد ما تروح تسوي بتسوي انستنس او اوبجكت من الكلاس هذه اللي هي جي سبرايت، اول ما تسوي اوبجكت منها بيتم استدعاء الكونستراكتور. خلونا نشوف الديفينيشن الخاص بالجي سبرايت. فاذا هذا الايش الكونستراكتور، ايش اللي بيحصل؟ بنضبط قيمه مسار الملف. طيب بعد ما تضبط قيمه مسار الملف راح نستدعي اللود. طيب خلونا الان، طيب معليش راح نشوفها الان راح نفهمها. طب خلونا بس بدل ما نجي هنا نلغي، خلونا نسوي ايش؟ خليها كومنت. طيب وبعد الكومنت سوري مو هنا، راح نجي للشغل. احنا مسحنا الشغل اللي كان هنا مظبوط، مسحناه اللي كان في اللود كونتنت، لا ما مسحناه كويس. طيب هنا كيسي. طيب الان ايش راح نسوي في اللود كونتنت؟ راح نقول له الباك جراوند دوت لود كونتنت، انتهى الموضوع خلاص، لود كونتنت انتهى الموضوع. وهنا الجورد دوت لود كونتنت خلاص انتهى الموضوع كمان. عندنا الهيرو دوت لود كونتنت. اذا بدل ما كان موضوع اللود كونتنت ايش مطلوب في اللود كونتنت؟ مظبوط لازم تمرر لها الكونتنت مانجر او المدير. طيب الكونتنت مانجر للعبه من هو؟ اسمه كونتنت صح؟ this dot content. طيب فراح نمرر لها الكونتنت مانجر الخاص باللعبه. فبدل ما تكتب الاكواد هذه اللي انت قاعد تحدد فيها الاتريبيوتس خلاص ما يحتاج، تمام؟ بس كل اللي عليك تستدعي وظيفه اللود كونتنت، وانت اصلا اول ما تسوي انستنس من الكلاس هذه انت مررت الايش؟ الباث. اذا الكود الان بنشوف انه صار شويه اكثر تنظيم من الطريقه السابقه. اذا راح نمسح هذا اللي هنا. طيب طب بقى عندنا الريندر كونتينر كمان ايش محتاجين؟ نضبط القيم تبعه. فاذا هنا في اللود كونتنت راح نقول له انه الريندر كونتينر دوت سبرايت باتش يساوي سبرايت باتش تبع الجيم هذه. اذا الكائن الرسم اللي في اللعبه ايش سوينا فيه؟ مررناه للحاويه الخاصه بالاطلاع. هذه الحاويه خلاص كل الكائنات في اللعبه راح تستدعي الحاويه هذه، تمام؟
طيب ايش في عندنا شغلة ثانية في الريندر؟ في الجرافيكس ديفايس راح يساوي الجي بي يو الافتراضي، راح نمرر له الجرافيكس ديفايس. طيب ايش باقي كمان؟ باقي الجيم تايم. طيب الجيم تايم ايش رايكم، وين نحط الجيم تايم؟ هل نحطه في اللود كونتنت؟ مو عندنا احنا في الحاوية هنا، في عندنا شيء اسمه ال، في عندنا، طب سوري، في عندنا الجيم تايم مظبوط. ايش هو الجيم تايم؟ هو الكائن الخاص باللعبة. طيب هل احنا يعني نمرره من وين؟ وين الميثود اللي يفترض ان احنا نمرر فيها الريندر كونتينر، نمرر فيها الجيم تايم الخاصة بالريندر كونتينر؟ راح نمررها في الابديت يا شباب، لانه الجيم تايم قاعدة تتحدث كل شوية، قاعدة تتحدث تمام. فما دام قاعدة تتحدث راح نمررها في الابديت، لكن الجرافيكس ديفايس او كائن الرسم السبرايت باتش ما قاعدين نتحدث، خلاص تمت تأهياتهم مسبقا ومره واحده انت بتعينهم، لكن الجيم تايم كل شويه قاعده تتغير. ما دام كل شويه قاعده تتغير اذا راح نضبطها وين؟ في الابديت. فاذا الريندر كونتينر دوت جيم تايم يساوي الجيم تايم. طيب الآن الكلام هذا خلاص راح نلغيه، بس قبل ما نلغيه في شغلة، في عندنا الإحداثيات صح؟ فإذا الإحداثيات هذه إيش راح نسوي فيها؟ راح ننقلها، راح تجي معانا. وين راح ننقلها؟ راح ننقلها هنا تمام؟ ففي الانيشياليز لما بتسوي كائن جديد روح اضبط الاتريبيوتس كمان معاه. في عندنا اتريبيوت اسمها ايش؟ البوزيشن صح؟ طب البوزيشن الباك جراوند نسخناه قبل شوية، هذا هو البوزيشن تبع الباك جراوند. طيب في عندنا بوزيشن كمان ل الجورد او اليقطينه، راح تساوي نيو فيكتور 2. طيب ايش الاحداثيات تبعها؟ اليقطينه 150 و25. فنجي هنا نقول 150 وهنا 25. طيب نيو فيكتور، هذا الان بنضبط الاحداثيات للبطل. طيب البطل كم كانت احداثياته؟ ب 25 384. طيب ممتاز، اذا كذا يكون الكود تبعنا الان جاهز. اذا الان لو شغلنا الكود راح يشتغل بالطريقه السابقه، نيو فيكتور 2 كانت 0 0. هذا الكود خلاص، هذه التعقيدات وتمرير الكثير من البارامترز خلاص ما لنا دخل فيها. الان الرسم ما راح يكون وظيفه السبرايت باتش. الان كل كائن مسؤول عن نفسه، يرسم نفسه بنفسه تمام. فاذا هنا راح نحدد الكود اللي هنا نخليه كومنت، بعدين راح نستدعي الكائنات تبعنا. في عندنا كائن الباك جراوند، كائن الباك جراوند هو اللي الان راح يرسم نفسه بنفسه. طيب راح نمرر الريندر كونتينر، وبعدين كائن الجورد كمان راح يرسم نفسه. بعدين في عندنا هنا الهيرو، طيب تمام. الآن لو شغلناها راح يكون نفس النتيجة السابقة، ما في اي تغيير في الـ في الـ في الـ في الـ في السلوك يعني تمام. النتيجه واحده، لكن اللي حصل سوينا ريفاكتورنج للكود، نظمنا الكود صار بطريقه اكثر تنظيم وطريقه مرتبه وطريقه قابله للصيانه تمام. فنشغل اللعبه، اذا نفس النتيجه السابقه بالضبط اللي توقعناه حصل، سوينا ريفاكتورنج للكود والنتيجه زي ما هي ما تغيرت. طيب الى الان هل في اي سؤال الى الان؟ طيب
طيب خلوني بس أسألكم سؤال، احنا هنا في الجي سبرايت ايش سوينا؟ سوينا اوفر رايد للود كونتنت، سوينا اوفر رايد للدرو. طب ليه ما سوينا اوفر رايد للابديت؟ واحنا في عندنا في الاوبجكت هنا سوينا فيرتشوال ميثود سميناها ابديت، ليه ما سوينا لها هنا اوفر رايد؟ مين ممكن يجاوبني على السؤال هذا؟ اللي راح يجاوب على السؤال هذا معناه انه فهم الشغل اللي انا سويته. الشغل اللي انا سويته كامل معناه انه ايه، فهم الشغل اللي انا سويته وايش كان الغرض منه، فهم موضوع التنظيم. طيب نلمح شوية. طيب راح نقول لكم انت عندنا، طيب راح نلمح شوية ونستنى الاجابات منكم. احنا في عندنا يقطينة، وفي عندنا بطل، ممكن في عندنا صخرة، وفي عندنا كائنات اخرى، صح؟ اللوجيك تبعها ايش فيه؟ بيتغير اللوجيك، مو واحد. فاذا ما تقدر تسوي ايش، ابديت واحده لجميع الميثود، تمام؟ لكن الدرو واحد، الدرو في الكائنات هذه كلها بيتم ايش، بطريقه واحده. لكن في الابديت لا، كل اوبجكت على الشاشه بترسمه له ابديت وله لوجيك خاص فيه، مظبوط؟ فعشان كذا احنا ما سوينا اوفر رايد للابديت. طب متى راح نسوي اوفر رايد للابديت؟ لما نروح نسوي كلاسات من الشغلات هذه. يعني هذه الان كانت جي سبرايت، بعدين كذا بعد شويه ما راح تصير جي سبرايت، راح يصير في عندنا كلاس اسمها هيرو. والكلاس اللي اسمها هيرو كل شيء متعلق بالهيرو او بالبطل راح يكون جوه الكلاس هذه. وراح اسوي كلاس ثاني اسمها جورد، واي شيء متعلق بالجورد او باليقطينه راح يكون جوه الكلاس هذه. واضحه الفكره؟ طيب الآن راح نبدأ بالكلام اللي قلناه قبل شوية، لأنه عندنا الأبديت للهيرو ممكن يكون مختلف عن اليقطين، ممكن يكون مختلف عن أي أوبجكت آخر على الشاشة. فعشان كذا إيش راح نسوي؟ راح نسوي كلاس جديدة وراح نسميها إيش؟ راح نسميها هيرو. فخلاص الهيرو كان أول جي سبرات، كان صورة. الآن لا، نبغى نخصصه أكثر، فكل شيء متعلق فيه راح يكون جوة إيش؟ جوة الكلاس اللي اسمها هيرو. ما راح تحط الشغلات المتعلقة بالهيرو في الكود هنا، إحنا نبغى ننظم الكود. فإذا راح نسوي هنا كلاس جديدة وراح نسميها هيرو. أول شيء في الهيرو إنها راح تكون public، وبعدين طيب الهيرو إيش هي؟ الهيرو جي سبرايت، صح؟ بس جي سبرايت وكمان مضاف اليها شغلات خاصه فيها. طيب ما دام هي جي سبرايت وليها شغلات خاصه فيها، ايش ممكن نسوي؟ ممكن نسوي وراثه، صح؟ فراح نسوي انهيرتنس من الجي سبرايت. طيب هذا خيار، هذا خيار وخيار ممكن. طيب هل ممكن نحن نستعيض عن الانهيرتنس بشيء يعوض عنه؟ في شيء غير الانهيرتنس بيسوي نفس الفكره؟ في احد ممكن يفيدني؟ حاجة مكافئة للإنهيرتنس. طيب الكومبوزيشن، فراح نسوي كومبوزيشن. فإذا ما يحتاج نسوي إنهيرتنس، راح نسوي كومبوزيشن. فراح نقول جي، راح هنا نقول برايفت جي سبرايت هيرو سبرايت. إذا هذه الشغلة ايش؟ راح تكون شغلة مكافئة لموضوع الوراثة. طيب عندنا هنا كمان راح نعرف شغلة ثانية في الهيرو. ايش راح نسوي في الهيرو؟ طيب احنا الآن سوينا الشغلة دي، طيب هذا الاتريبيوت اللي راح نحتاجه إلى الآن. طيب في عندنا في الهيرو في عندنا موضوع اللي هو ايش؟ الانيشياليز. طيب الوظائف الانيشياليز والابديت والدرو واللود كونتنت من وين نجيبها؟ نجيبها من الكلاس اللي هي جي سبرايت. ما تقدر، انت سويت كومبوزيشن الان، تمام؟ بس الميثودز هذه اللي انت راح تحتاجها موجوده وين؟ في الجي اوبجكت، صح؟ فاذا راح نسوي انهيرتنس من الجي اوبجكت، وبالتالي ما راح نخرب القاعده اللي قلناها في بدايه الديمو. احنا قلنا في بدايه الديمو في عندنا رول، ايش هذه الرول؟
انه اي شيء راح يرسم على الشاشه لازم يكون البيس كلاس تبعه جي اوبجكت او الجيم اوبجكت. تمام، الجيم اوبجكت اللي هي هذه اللي عرفناها، وفيها عندنا الميثودز هذه. اذا هذه الميثودز الان اللي موجوده فيها راح نسوي لها ايش؟ راح نسوي لها اوفر رايد. طيب اوفر رايد void ما يحتاج، هي اللوت كونتنت. طيب فراح نبدا بالانشيلايز، نبدا بالانشيلايز. اوكي طيب ايش فيها الانشيلايز؟ في عندنا الهيرو سبرايت يساوي نيو جي سبرايت، وهنا راح نحدد المسار الخاص بالهيرو. ما دام هي كلاس هيرو اذا هنا صارت معلومات مخصصه للهيرو. تمام، فاذا نرجع الان للعبه ونشوف المسار تبع الهيرو، فننسخه هنا، نجي للهيرو هنا. طيب طيب بعد كده الهيرو سبرايت دوت بوزيشن يساوي نفس المعلومة اللي كانت هنا، ايش هي؟ كانت هذه. طيب الآن كمان راح نسوي، إذا انتهينا من موضوع الانشيلايز، ايش وظيفة الانشيلايز؟ راح يسوي جي سبرايت للهيرو خاص بالهيرو، وراح ناخذ الايش؟ الملف الهيرو اللي هو هنا ملف صورة البطل، وبعدين راح نضبط الإحداثيات للهيرو، فهذه إحداثيات الهيرو. طيب كذا نكون انتهينا من وظيفة الانشيلايز، الآن نجي للود كونتنت. طيب هذه اللود كونتنت، اللود كونتنت ايش راح نسوي؟ راح نستدعي الهيرو سبرايت وراح نخليه يسوي لود كونتنت، وراح نمرر له الكونتنت مانجر او كائن او المدير المحتوى. طيب وش في عندنا كمان؟ في عندنا الابديت. الان الابديت راح يكون اللوجيك تبعها مختلف عن الابديت لاي كائن اخر، عشان كذا الابديت في الجي سبرايت ما مثلناها، في الجي سبرايت بس مثلنا الدرو. تمام، لكن الابديت لانه بيختلف من كائن لكائن فراح نمثله هنا. فاذا نحن الان هنا في الابديت، فاللي راح نسويه الان راح نحرك البطل تبعنا، لانه الابديت مسؤول عن تحريك عن اللوجيك الخاص باللعبه. تمام، واحنا حاليا هنا في الهيرو، اذا اللوجيك الخاص بالهيرو. طيب فاول حاجه راح نسويها عشان، طب خلونا نشوف الفكره، فكره تحريك اللاعب ايش راح نسوي في تحريك اللاعب؟ طب مين يفيدني كيف ايش راح نسوي في موضوع تحريك اللاعب؟ اللاعب راح يتحرك بشكل افقي، بشكل افقي. تمام، فاللاعب هو هنا راح يتحرك بشكل افقي، بعدين لما يرجع هنا يتحرك بشكل عمودي، يقلب الحركه افقيه ثابته، لكن هو بيتحرك هنا من اليسار اليمين، بعدين لما يوصل للطرف بعدين من اليمين الى اليسار. تمام، طب الفكره انه بس راح نغير في محور اكس، هذا اللي راح نسويه. فاذا الان هنا راح نقول var pose ونخزن فيه الهيرو سبرايت دوت بوزيشن، راح نحط البوزيشن وين؟ في المكان هذا بوز. طيب ولاحظ ان البوزيشن هو فيكتور 2، والفيكتور 2 هو ستراكتشر وليس كلاس، يعني بعد شوي راح نشوف ايش اهميه النقطه دي. طيب الان راح نقول له نبغى الان ايش؟ يحرك اللاعب. فاللي راح نسويه انه البوز دوت اكس راح نزيد عليه، طيب الاكس راح تكون فلوت، فاذا راح نقول فلوت هنا
طيب ايش راح نسوي؟ راح نستدعي الريندر كونتينر اللي بنمرر الكاين ابديت، بعدين نشوف الجيم تايم، بعد الجيم تايم الالابسد جيم تايم تكلمنا عنها وعرفنا اهميتها. اذا طيب الالابسد جيم تايم ايش تبغى منها؟ نبغى منها التوتال سكندز، تمام؟ التوتال سكندز. طيب التوتال سكندز هذه الان ممكن تكون قيمة معينة، ممكن تحرك البطل بشكل بطيء شوية، تمام؟ او ممكن بشكل سريع، ما ندري، بس راح نقول انه راح تحركه بشكل بطيء، تمام؟ فاذا راح تحركه بشكل بطيء ايش نسوي؟ نضاعف شوية في القيمة، فمثلا ممكن تضربها في 10، تضربها ب 100، تضربها 200 وتشوف كيف حركة اللاعب، تمام؟ فخلينا نقول مثلا راح نضربها في 10 ونشوف كيف راح يتحرك اللاعب، او نضربها في 50 نشوف حركة اللاعب كيف، واذا ما كانت كويسة ممكن نزيد او ننقص. طيب شغل. طيب او قبل ما نشغل في عندنا شغلة الدرو كمان، لازم ايش انه نسوي درو للهيرو. في عندنا الاوفر رايد للدرو. طيب الدرو راح نستدعي الهيرو تبعنا ونقول له سوي درو، راح نمرر له الريندر كونتينر. طيب لو شغلناها راح يرسم؟ ما راح يرسم، تمام؟ لسه باقي شوية شغل، فنرجع للجيم اللي هنا. وبدال ما كان الهيرو هنا كان جي سبرايت، لا خلاص هو الآن صار عنده كلاس خاصة فيه اسمها هيرو. إذا هنا عندنا هيرو خلاص ما يحتاج انه ايش يكون جي سبرايت. طيب الان نروح للانيشياليز، فالكود هذا الان خلاص ما له داعي لانه خلاص المعلومات هذه اصلا صارت جوه كلاس الهيرو. راح نسوي هيرو جديد، نيو هيرو. بعدين بعد ما نسوي الهيرو ايش راح نسوي؟ راح نرجع لكلاس الهيرو ونشوف ايش في عندنا وظائف راح نحتاجها. في عندنا الانيشيلايز، ما سوينا الانيشيلايز بالهيرو الا سويناه هو. فاذا الانيشيلايز ايش راح يسوي؟ راح يسوي نيو جي سبرايت وراح يضبط البوزيشن. اذا راح نستدعي الانيشيلايز، اذا هنا هيرو دوت انيشيلايز. وفي الأخير لابد إن الهيرو يرسم نفسه، تمام؟ بنشوف الهيرو، هل الهيرو بيرسم نفسه؟ بالضبط هو الهيرو قاعد يرسم نفسه، تمام. طيب بس كمان مطلوب إيش؟ إنه الهيرو يحدث نفسه كمان. فإذا نجي هنا للأبديت ونخلي الهيرو يحدث نفسه كمان، فنجي هنا نقول هيرو دوت أبديت وارسل له الريندر كونتينر. وايش راح يحتاج في الريندر كونتينر؟ راح يحتاج بس معلومه في الابديت، راح يحتاج الجيم تايم. احنا عندنا هنا الريندر كونتينر مررناه للابديت. طيب نشغل اللعبه الان ونشوف هل راح يتحرك او لا. تتوقع راح يتحرك او لا؟ اوه ما تحرك، ايش المشكله؟ ايش اللي حصل؟ الكود سليم ما في اي شيء، ايش اللي حصل؟ ليش الجسم ما تحرك؟ طيب خلونا نرجع هنا نشوف الهيرو. الهيرو هنا ايش هي؟ بوزيشن، صح؟ طيب والبوزيشن هذه من نوع فيكتور 2، مظبوط؟ طيب الفيكتور 2 ايش هي؟ ستراكتشر وليست كلاس، وضحت الفكره؟ فاذا ايش راح نسوي هنا الان؟ هنا راح نجي للهيرو دوت بوزيشن ونخليه يساوي البوزيشن. الآن راح يتحرك الكائن. طب خلونا نشوف الحركة الأخير راح تتوصل معه. أول شيء في الحركة إنه الحركة بطيئة، إذا راح نزود الحركة، هذا الشغلة الأولى. طيب والشغلة الثانية إنه الباشا لما وصل للأخير إيش حصل له؟ خرج من الشاشة بالمرة،
فقاعد يمشي الان الى ما لا نهايه، تمام؟ فاحنا نبغاه لما يوصل للطرف يرجع مره ثانيه، فيروح يرجع يروح ويرجع. طيب اذا اول شغله بدل ما هي 50 خلونا نخليها مثلا 200، نجرب 200 نشوف الحركه كيف راح تكون بال 200. لا بال 200 اعتقد راح تكون مره كثيره، ب 50 كانت متحركه كويس. طب خليها مثلا 65، شوف 65. طيب مقبوله 65 مقبوله، تمام. طيب كمان عشان ننظم الكود، عشان ننظم الكود ايش راح نسوي؟ 65 هذه عباره عن ثابت بنضربه في الالابس جيم تايم، صح؟ طيب الثابت هذا خلينا نحطه على مستوى الكلاس، نعرفه كونستنت. فنجي هنا برايفت كونستنت انت نسميه الموف سبيد. ففي كل مره انت بتحتاج الموف سبيد بس بتروح تعدله من مكان واحد، فهنا راح نخليه 65. طب نشغل الان نفس الاداه بالضبط راح يكون. طيب كويس اوكي، اذا هذه الشغله الاولى حليناها. طيب الشغله الثانيه نبغاه لما يتحرك الى جهه اليمين، لما يوصل لطرف الشاشه يبدل الحركه الى جهه اليسار. طيب ايش الفكره اللي راح تحصل هنا؟ ايش الفكره اللي راح تحصل هنا؟ الفكره هنا خلونا نشوف، هنا نرجع للرسام ونقول انه لو كان هذا الاوبجكت اللي كان عندنا جسم يتحرك المسافه هذه، وكان مثلا نقول انه كان هنا الجسم هذا كان هنا، تمام، وبعدين اتحرك المسافه هذه، تمام. فاذا خلونا نقول انه مثلا هذه اكس 1 الى هنا، مثلا نقول انها ايش اكس 1، تمام. وبعدين لما تحرك وصار هنا ايش اللي حصل؟ صارت هنا اكس ايش 2، فهذه القيمه كلها هي اكس 2 وهذه القيمة كلها هي اكس 1. طيب الفرق اللي هنا راح نسميه دلتا اكس، تمام. طيب ايش اللي حصل؟ اللي حصل انه بس الاكس 1 زودنا عليها دلتا اكس. طيب الان من اكس 2 نبغى ننتقل الى الاكس 1، ايش راح نسوي؟ راح نقول انه اللي راح نسويه فقط انه راح نغير الاحداثي، فيصير بدل ما هو اكس 2، اكس 2 ناقص كان هنا زائد، هنا الان صار ناقص دلتا اكس. فهنا نفس الفكره بالضبط راح نسويها، لما الجسم بيتحرك لجهه اليمين قيمه الاكس قاعده تزيد، لما الجسم يروح يتحرك لجهه اليسار قيمه الاكس قاعده تنقص الين توصل في الاخير الى صفر. واضحه الفكره؟ طيب فإنا اذا الان نبدا نكتب الكود تبعنا. طيب لما الجسم يتحرك يمين ولا يسار وعندنا ناقص هنا، تمام، الناقص هذا ايش المطلوب في الناقص؟ مطلوب بس نعرف هنا متغير راح نسميه دايركشن، تمام، او الاتجاه برايفت من نوع اس بايت عشان ما نستهلك كثير في الذاكره، رغم انه هذا يعني بخل لكن عادي. اسبايت دايركشن يساوي 1 هنا. طيب اذا لما يكون 1 ايش اللي يحصل؟ لما تضرب الاكس في الواحد، لما تضرب الاكس في الواحد فاذا ايش اللي قاعد يحصل؟ بيتحرك جهه اليمين، لكن لما تضربه في سالب 1 راح يتحرك جهه اليسار، تمام. طب خلونا بس نجي هنا ونكتب الفكره التاليه. خلاص هي صارت الان واضحه، خلاص ما يحتاج انه احنا نفصل اكثر من كذا. فراح نضربها في الدايركشن، فايش راح نسوي؟ راح نقول له اذا اف البوز دوت اكس طلع اكبر من او يساوي الريندر كونتينر دوت الجرافيكس ديفايس دوت الفيو بورت دوت الويث، اذا طلع انه قيمه اكس طلعت اكبر او تساوي عرض الشاشة، تمام، وفي نفس الوقت كمان انه الدايركشن لا تساوي 1. ليش كتبنا الكود هذا؟ الدايركشن لا سوري الدايركشن لا تساوي سالب 1
لما نشغل راح نعرف شو الغرض منه. ممكن انت تقول ما نحتاج الكود هذا، لكن صدقني راح نحتاج ليش الجزئية هذه. تمام، طيب راح نجي هنا ونقول في حالة انه طلعت الاكس اكبر من، ايش تسوي؟ الدايركشن اقلبها. تمام، فراح تصير سالب واحد، فيتحرك جهة اليسار. وكمان في شغلة ثانية انه الهيرو سبرايت، مدام سبرايت فيه خاصية اسمها الافكت، صح؟ فالافكت اللي هو راح يقلب الكائنات، يقلبها بشكل افقي او بشكل عمودي او ما يقلبها. فهنا راح نضبط قيمة الافكت ونخليها اقلب الكائن بشكل افقي. تمام، طيب هذه الشغلة، هذا الشرط الاول. طيب في حالة انه البوزيشن دوت اكس طلع اصغر من صفر، يعني خارج الشاشة بس مو من جهة اليمين، خرج عن الشاشة، هذه الشاشة لما يخرج عن جهة اليمين راح يكون اكبر من العرض، لكن لما يخرج عن جهة اليسار ايش اللي راح يحصل؟ راح يصير اصغر من الصفر، يعني راح تصير القيم الان بالسالب، سالب واحد سالب اثنين جهة اليسار. فهنا لما يصير اكبر من صفر وفي نفس الوقت انه الدايركشن لا يساوي الواحد، في الحالة هذه الدايركشن ايش راح يصير؟ راح يصير واحد. والهيرو سبرايت دوت افكت لا تقلبه، خلاص خليه ايش كما هو بدون اي تأثيرات للقلب، ما له فليب. اوكي طيب خلونا نشغل الكود الان ونشوف في احد يتوقع انه في مشكلة في الكود. هو في مشكلة بس احد يقدر يتوقعها قبل ما نشغله؟ طيب نشغله ونشوف. طيب الكائن بيتحرك، افترض يوصل لطرف الشاشة وبعدين يرجع جهة اليسار. ايش المشكلة؟ مين يقول لي المشكلة؟ بالضبط، طلع من الشاشة. بالضبط، المفروض انه لما الجسم هذا يوصل للطرف ما يطلع من الشاشة، خلاص يرجع مرة أخرى. طب ايش نسوي؟ ايش الحل؟ بالضبط يا عبد الله بالضبط، مظبوط. إذا كلام عبد الله مظبوط. إذا راح نجي الآن هنا فراح نقول له إذا كان إحداث الإكس للكائن طلع أكبر من عرض الشاشة ناقص إيش؟ ناقص العرض الخاص بالبطل. تمام، فإذا هنا راح نجي نقول ناقص hero sprite dot width. طب نشغل الآن ونشوف. طيب كويس، إذن الفكرة اللي بغيناها حصلت بالضبط. إذن كذا نكون خلصنا من موضوع الهيرو. إذن الهيرو تبعنا الآن شغال بشكل ممتاز. طيب إلى الآن هل في أي سؤال؟ كيف الصوت واضح معكم؟ طيب كويس. طيب الآن راح ننتقل إلى موضوع آخر. انتهينا من الهيرو من الجي سبرايت، الآن راح ننتقل إلى موضوع مهم في تطوير الألعاب اللي هو السبرايت شيت. إيش نقصد بالسبرايت شيت؟ السبرايت شيت، هذه هي السبرايت شيت. السبرايت صورة واحدة، لكن سبرايت شيت هي ورقة فيها مجموعة من الصور. فالحركة في الألعاب لما تشوف شيء بيتحرك، هو في الحقيقة ما بيتحرك، تمام؟ يعني إذا كنا نتكلم عن الأنيميشن، إيش هي الأنيميشن اللي راح نسويه الآن؟ نبغى نخلي السبرايت شيت يحصل لها أنيميشن. وفي عندنا مصطلح ثاني اللي هو الموفمنت. ايش الفرق بين الموفمنت والانيميشن؟ الموفمنت لما احداثي الجسم يتغير، تمام؟ لكن الانيميشن مو ما نقصد فيه الاحداث، نقصد فيه نفس الريكتانجل تبع السبرايت شيت قاعد يتغير، تمام؟ يعني مره يكون هنا، بعدين بعد شوي ينتقل الى هنا، بعدين ينتقل الى هنا، بعدين الى هنا.
طيب السؤال الآن، لو سوينا مربع هنا تمام وغطينا الجزء هذا تمام، أو قلنا إنه عندنا الصور هذه، كم الصور عندنا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، عندنا 10 صور. لو حطيناها في مربعات قصيناها بشكل مربع ورا بعضها تمام، فحطينا هذه أول شيء، بعدين هذه وراها، بعدين هذه وراها، وهكذا إلى الأخير. وبعدين بسرعة كنت أنت تسحب كل ورقة تمام، كنت تسحبها بسرعة، إيش اللي راح يحصل؟ راح تشوف حركة، مظبوط، راح تشوف إنه الجسم قاعد يتحرك. فهذه هي فكرة الأنيميشن. السبرايت شيت هي هذه، والسبرايت شيت ممكن تكون صف واحد تمام، وممكن تكون مجموعة صفوف زي الانفجار اللي هنا. هذا الانفجار مو بس صف واحد، هذا مجموعة من الصفوف تمام. فالآن ايش راح نسوي؟ راح نكتب كلاس وظيفتها تتعامل مو مع السبرايت، تتعامل مع السبرايت شيت، او بمعنى اخر تسوي لنا انيميتد سبرايت، او يعني صورة متحركة تمام. اذا فكان احنا الكلاس اللي سويناها اول اللي هي هذه الجي سبرايت كانت وظيفتها للصور الثابتة فقط. الآن راح نسوي كلاس أخرى وظيفتها للصور المتحركة تمام. طيب فإذا راح نعرف كلاس جديدة طيب راح نعرف هنا كلاس جديدة راح نسميها Game Animated Sprite، جي اني ميتد سبرايت. وكالعادة هنا راح نقول public. طيب الصورة المتحركة هي في الأصل ايش؟ صورة، هي في الأصل صورة، إذا راح ترث من الجي سبرايت. فأي attributes أو methods موجودة في الجي سبرايت راح ترثها الجي animated. طيب ايش المشكلة؟ ايوه مظبوط، الان راح نحلها. في احد يعرف المشكلة؟ في احد يعرف المشكلة؟ طب خلونا نسوي هنا بيك ممكن توضح المشكلة. طيب لو سوينا بيك هنا بنشوف ان الكونستراكتور تبعنا تبع الجي سبرايت ايش في؟ بيتطلب ارجيومنت صح؟ او في باراميتر قاعد تمرره للكونستراكتور. طيب المشكلة الآن اللي هنا السبب انه الكونستراكتور الديفولت للكلاس هذه ما بيتم تمرير اي حاجة له، فلازم نحل الشغلة هذه. فالآن راح نشوفها. طيب في السبرايت، السبرايت هو عبارة عن ايش؟ عبارة عن اعمدة في صفوف. اذا اول حاجة راح نسويها راح نعرف الاعمدة والصفوف. read only int row count مجموع الصفوف، وبعدين راح نعرف مجموع الأعمدة. وبعدين راح نعرف كاونتر. الكاونتر هذا وظيفته انه نحسب كم من الوقت تم استغراقه لانيميشن معينة. يعني خلونا نقول مثلا انه مطلوب من المربع هذا انه يتغير من مكان لمكان كل 27 ملي سكند مثلا تمام، او مثلا نقول كل 75 ملي سكند. كل 75 ملي سكند بتتغير الصوره، فبننتقل من مكان لمكان. طيب نبغى كاونتر يحسب لنا الوقت تمام، بحيث انه لو وصلنا ل 75 او تعديناها الكاونتر هذا هو اللي يدلنا على انه احنا تعدينا الوقت هذا، وفي النهاية نروح نصفر الكاونتر من جديد ونخلي صفر تمام. في الكود راح لما نكتب الكود راح يتضح غرض الكاونتر اللي الآن راح نعرفه. private int total frame time. ايش هو ال total frame rate؟ هو كاونتر بنخزن في الزمن بوحدة الملي سكند. وبعدين في عندنا الريكتانجل، مين يذكرني يقول لي ايش وظيفة الريكتانجل؟ الوظيفة المشهورة الريكتانجل اللي راح نستخدمها الآن.
بالضبط بالضبط عبد الله. اذا جزء معين من الصوره نبغاه يظهر راح نستخدم ليش الريكتانجل. طيب الان هذه كانت برايفت، الان راح نجي للشغلات البابليك اللي المطور ممكن يشوفها. احنا بنسوي انكابسوليشن للشغلات اللي المطور ما يحتاج يشوفها، واذا كانت شغلات ممكن يشوفها بنخليها ايش بابليك. طيب انت عدد الفريمات للمعلوميه، السبرايت شيت كل مربع بنسميه فريم، تمام؟ لا تخلطوا بين كلمه الفريم ريت وكلمه الفريم هنا، يعني المربع هذا اسمه فريم، تمام؟ فهنا هنا كم فريم عندنا؟ احنا عندنا اربع صفوف، عندنا اربع اعمده، اربع في اربع عندنا 16 فريم، تمام؟ طيب فهنا نم فريمز عدد الفريمات، وعدد الفريمات راح اخلي المطور ممكن يحصل عليه بس ما راح يضبطه. الضبط راح يكون ايش؟ برايفت سيت. طيب وفي عندنا كمان ايش؟ في عندنا الفيكتور وفي عندنا البوينت، كلهم اخوان يعني، تمام؟ بس الفيكتور ممكن يكون ايش؟ يعني في شغلات اكثر، تمام؟ بس كلهم نفس الغرض، اذا كنت تبغى ترسم تبغى نقطة احداث نقطة ممكن تستخدم الفيكتور 2، ممكن تستخدم البوينت. فاذا احنا راح نستخدم البوينت هنا. طيب فريم سايز، حجم الفريم، كم حجم الفريم؟ فراح تحدد طوله وعرضه في البوينت، لانه البوينت عباره عن اكس وواي، الاكس راح نخليه للعرض والواي راح نخليه للطول. راح يكون جيت، وبرضه هنا راح يكون برايفت سيت، المطور ما راح يضبطه بس راح يحصل عليه. وهنا public int current frame get هنا private set. ايش هو الكرنت فريم؟ هو الفريم الحالي اللي انت شغال عليه، يعني هنا مثلا ايش؟ هنا الفريم رقم 0، رقم 1، رقم 2، رقم 3، ايش هو الفريم الحالي اللي انت موجود فيه، تمام؟ فهذا هو الكرنت فريم. طيب وفي عندنا بعدين خاصيه بوليان بول اسمها is plain، راح تكون get برضو تكون private set. بعدين في عندنا هنا بول is past، راح تكون get، راح تكون هنا private set. طيب ايش وظيفة ال is playing وال is past؟ ال is playing معناها انه الانيميشن شغالة، هل الانيميشن شغالة ولا لا؟ تمام؟ طيب ال is past هل الانيميشن متوقفة او لا؟ متوقفة مؤقتا او لا؟ طيب وبعدين هنا في عندنا شغلة اللي هي public int frame interval راح تكون get set. شغلة ثانية اللي هي هل مسموح، هل بيتم عمل looping للانيميشن او لا؟ get set. ايش معنى looping؟ يعني مثلا لما يحصل الانفجار هل يقعد يتكرر الانفجار، يقعد يستمر، حصل انفجار بعدين يرسم مره ثانيه، مره ثالثه، مره رابعه، لما نستدعي وظيفه البلاي انيميشن راح تسويه بعد شويه ولا لا؟ تمام؟ فاذا خليت الاز لوب فولس مره واحده راح يحصل انيميشن. طيب لاحظوا ان احنا هنا خليناها ايش؟ كلها بابليك، يعني الجيت بابليك وكمان الست ايش بابليك، فالمطور هنا ممكن انه ايش؟ يضبط القيم. فخلونا نعطي المطور كذا هنت او ملاحظه بحيث انه يعرف ايش وظيفه الفريم انترفال. ايش هو الفريم انترفال؟ هي الفتره اللي بنخصصها بالملي سكند عشان ننتقل من فريم الى فريم، تمام؟ بينما التوتال فريم ريت هو كاونتر بس، بمجرد انه احنا نوصل للفريم ريت التوتال كاونتر راح نصفره، تمام؟
يعني مطلوب من التوتال فريم ريت انه ما يتعدى ليش الفريم انترفال. لو تعدى ايش اللي يحصل؟ يتم تصفيره. تمام. طيب فاذا هنا بس نعطيه هنت نقول له the interval at which the frames should be drawn. كمان راح نقول له انه الانترفال for each frame is specified in milli seconds. اوكي طيب الآن انتهينا من الاتريبيوتس. الآن راح نجي للشغلة اللي راح نسوي لها هاندلنج اللي هي ايش الميثودز الخاصة بالكلاس هذه. أول شيء راح نتعامل مع الكونستراكتور، بس قبل ما نتعامل مع الكونستراكتور خلونا نعرف الميثود كلها. إذا في عندنا public gAnimated sprite هذا الكونستراكتور. الكونستراكتور الصراحة راح نمرر له الكثير من القيم، بس مؤقتا نخليه زي كذا. طيب وبعد الكونستراكتور ايش في عندنا كمان؟ في عندنا الوظيفة الخاصة بالتحريك اللي راح نسميها بلاي انيميشن. وقت ما تستدعيها يتم عمل ليش الحركة. يعني public void play animation. طيب وممكن كمان في البلاي انيميشن، يعني لما المطور يستدعي الميثود هذه ممكن نسأله هل الانيميشن اللي تبغاه يتم تحريكه هل تبغاه يستمر، هل يتم بشكل يعني مستمر لوب ولا مره واحده ويوقف. في الحاله هذه احنا افتراضيا راح نقول انه ايش لما يحصل انيميشن المطور يبغاه يستمر دائما الانيميشن، ما يبغاه مره واحده. بعض الاحيان بيبغاه مره واحده لكن الاغلب انه يبغاه ايش دائما. فعشان كذا راح نقول له cool هل تبغى يتم الحركة أو لا؟ فراح نقول له loop، والقيمة الافتراضية زي ما قلنا إنها true، عشان في الأغلب إنه أي أنيميشن بيتم دائما بيتم تكراره بيتكرر هذا الأنيميشن. طيب هذا البلاي أنيميشن. وبعدين في ميثود ثاني راح نسميها stop animation. public void stop animation. وبعدين في عندنا وظيفة كمان اللي هي void ممكن يسوي إيقاف مؤقت للأنيميشن بس animation. وأخيرا الوظيفة المهمة اللي فيها اللوجيك الخاص بالأنيميشن، هذه أهم وظيفة. يعني كل الشغل اللي سويناه في الان قبل شويه الغرض منه بس عشان الوظيفه هذه تستخدمه اللي هي وظيفه ايش؟ وظيفه الابديت. فاذا راح نستدعي الاوفر رايت ما دام هي اصلا هي جي سبرايت او جيم سبرايت، اذا راح نحصل الابديت موجوده فيها. تمام اوكي. طيب الان نجي للكونستراكتور، ايش راح نحتاج في الكونستراكتور؟ راح نحتاج من المستخدم اول شيء في الكونستراكتور انه يمرر لنا المسار السبرايت شيت وين موجوده. فراح نقول له كونتنت فايل باث. وبعدين مطلوب من المطور كمان انه يمرر لنا عدد الفريمات. تمام كم الفريمات اللي موجوده في السبرايت شيت. وبعدين راح نطلب الفريم انتر فال. ايش هو الفريم انترفال؟ الفترة الزمنية بالملي سكند اللي بننتقل فيها من فريم الى فريم اخر. طيب وبعدين راح نطلب منه حجم الفريم، فريم سايز.
وكمان راح نطلب منه العدد الفريمات frames per row أو عدد الفريمات لكل صف. إذا هنا في النم فريمز هذا كان العدد الكلي للفريمات، لكن هنا الفريمز بير رو عدد الفريمات في الصف الواحد. طيب ايش باقي كمان؟ لسه الى الان في خطأ. ايش هو الخطأ؟ الخطأ انه الكونستراكتور للبيز كلاس لازم تمرر له قيمة. طب كيف نمرر القيمة للكونستراكتور البيز كلاس في السي شارب؟ ايش راح نسوي؟ بس راح نسوي نقطتين وبعدين راح نكتب بيز، بعد البيز راح نمرر القيمة اللي بيحتاجها الكونستراكتور الخاص بالبيز كلاس. فايش هي القيمة؟ هي القيمة اللي راح المطور يمررها للكونستراكتور الخاص بالجي انيميتد سبرايت. فهنا راح نقول كونتنت فايل باث. طيب الان ايش راح نسوي؟ راح نضبط الاتريبيوتس اللي هنا. فالاتريبيوتس اللي هنا راح نضبطها بالقيم اللي تم تمريرها للكونستراكتور. فهنا عندنا ميثود اسمها عدد الفريمات، عدد الفريمات راح يساوي هذه اللي هي num frame. طيب ايش في كمان؟ في عندنا الفريم انترفال، ايش راح تساوي؟ راح تساوي هذه فريم انترفال. طيب ايش غير الفريم انترفال؟ الفريم سايز، حجم الفريم او طوله وعرضه. الفريم سايز ايش يساوي؟ يساوي الفريم سايز اللي جانا من الكونستراكتور. سوري. طيب وايش في كمان عندنا؟ الان انتهينا من الشغلات البسيطه. في عندنا الريكتانجل الان. الريكتانجل في عندنا الفريم ريكتانجل. المربع هذا ايش يساوي؟ الفريم ريكتانجل تذكروا انه ايش؟ بتقدر مربع بتمرر له اربع شغلات. الاحداث الاكسي للمربع، الاحداثي الواي للمربع، واحداثي الواي على المربع، وبعدين العرض، وبعدين الطول. تمام. فاذا هنا راح نعرف نيو ريكتانجل او مربع جديد، راح نحدد الاحداثيات على محور اكس بصفر، على محور واي بصفر. وشوفوا في اوفرلود للكونستراكتور تبع الريكتانجل اكثر من اوفرلود. اوفرلود راح نستخدم الاوفرلود الثاني. اذا هنا في عندنا صفر، وبعدين في عندنا الويث. الويث ايش راح يكون؟ راح يكون البوينت اللي هي هذه الفريم سايز. تمام. فاحنا هنا عندنا فريم سايز دوت اكس، وبعدين في عندنا فريم سايز دوت واي، وبعدين في عندنا مجموع الصفوف. او عدد الصفوف، عدد الصفوف راح يكون واحد. تمام. طيب عدد الصفوف بالضبط راح يكون واحد، وعدد الأعمدة راح يكون ايش؟ راح يكون عدد الفريمات لكل صف. ليش عدد الفريمات لكل صف؟ لأنه لو شغلنا السبرايت هنا نبغى نشوف الصف الواحد كم فريم عندنا، واحد اثنين ثلاثة أربعة، هو نفسه عدد ليش؟ الأعمدة. تمام؟ طيب الآن احنا قلنا مبدئيا انه مجموع الصفوف بكم؟ بواحد. الآن راح نتعامل مع مجموع الصفوف، فراح نقول انه اذا كان الفريم ريت للصف الواحد اصغر من مجموع الفريمات الكلي. تمام. بس ما راح نستخدم، طبعا نستخدم هذه مشكلة. تمام. طيب احنا كنت افكر انه ممكن نستخدم التابع الكلاس نفسها، بس ممكن تستخدم التابع الكلاس، ممكن تستخدم اللي جاية من الكونستراكتور، ما فرقت. طيب فراح نقول لو كان عدد الفريمز بير رو او عدد الفريمات لكل صف طلع اصغر من عدد الفريمات الكلي، في الحالة هذه ايش معناها؟ معناها انه في عندنا فريم فيها اكثر من صف. تمام. مو صف واحد. تمام. طيب في الحالة هذه راح نقول انه الرو كاونت
راح يساوي ايش؟ مجموع الصفوف الكلي راح نقسمه على الفريمات لكل صف. فكرة بسيطة، مجموع الفريمات هنا كم؟ مجموع الفريمات 16. طيب وعدد الفريمات لكل صف 4. طب 16 قسمة 4 راح تحصل على عدد ليش؟ الصفوف. تمام. طيب ايش في كمان؟ في عندنا هنا مجموع الأعمدة الكولومز. طب الكولومز احنا ضبطناها قبل شوية، ما يحتاج نضبطها صح؟ وقلنا ان فريم، لا ما يحتاج نضبطها لان ايش احنا ضبطناها قبل شوية. خلاص اذا بالطريقة دي كمان نمسح هذا اللي هنا. وفي الاخير راح نقول له انه مربع الرسم الدرو ريكتانجل. من وين جانا الدرو ريكتانجل؟ جانا من من الجيم سبرايت، مو من الانيميتد، لانه الانيميتد سبرايت هي اصلا ايش؟ جي سبرايت. فالتريبيوت هذا والبروبرتي هذه جاتنا من البيز كلاس. فالدرو ريكتانجل تساوي فريم ريكتانجل. طيب معلش انا طولت عليكم، الان صارت الساعه 9 و10، بس نبغى نخلص الجزئيه الخاصه بالانيميشن، لانه هذه اهم اكواد في الديمو، هذه اهم واصعب اكواد موجوده في الديمو. كل الاكواد الثانيه لوجيك بسيط تمام، لكن اللوجيك اللي يعني هذا الميني فريم ورك اللي طورناه قبل شويه، اللي هو في جي اوبجكت وجي سبرايت وجي انيميتد سبرايت، هذا راح تستخدمه مستقبلا، والافكار هذه يعني الكود هذا راح يصير قابل للاستخدام في اي لعبه في المستقبل. فالديمو حق اللعبة راح يكون بسيط، يعني انا ممكن انزل لكم الديمو على الجيت هاب وراح تشوفوا الديمو، ممكن كمان اسوي ارتكل على الديمو هذا، بحيث انه الافكار اللي ما راح نشرحها الان راح نشرحها في الارتكل او في المقالة على مدونتي. تمام، بس الان الشغل الصعب الشغل المهم هو الان. تمام طيب، فراح نخلص منه الان كذا يعني بربع ساعة بالكثير ونكون مخلصين منه. طيب كده نكون خلصنا من الميثود الأولى، الكونستراكتور الأول. طيب الكونستراكتور الأول ممكن إنه الميثود أو الأنيميتد سبرايت يكون فيها صف واحد، وهذا الشائع. لو أنت رحت بحثت عن سبرايت شيت في الإنترنت، الشائع والغالب إنها دائما بتكون صف واحد زي كذا، بس بعض الأحيان بتحصلها كمان مجموعة من الصفوف الأعمدة. تمام، لو حصلتها بالطريقة دي هذا مو الشائع، لكن الشائع اللي شفناه قبل شويه. فعشان كذا نبغى نسوي كونستراكتور للامر الشائع، انه بيكون عندنا صف واحد بس. تمام، بيكون عندنا صف واحد فقط. طيب جي انيميتد سبرايت، هنا راح نقول راح نمرر نفس الكلام اللي قبل شويه، بس الاخيره هذه ما راح نمررها، عدد الصفوف للاعمده، عدد الفريمات لكل صف. تمام، لانه عدد الفريمات لكل صف راح يصير هو العدد الكلي. تمام، لانه صف واحد عندنا فقط. اذا راح نحدد هذه نجي نحطها هنا. طيب خلصنا الان من الكونستراكتور، بس الان ايش المطلوب؟ المطلوب راح نستدعي الكونستراكتور الاول. تمام، يعني هو الان الكونستراكتور الثاني بس وظيفته ريح المستخدم انه المطور انه ما يكتب ليش؟ عدد الفريمات لكل صف، لانه عدد الفريمات لكل صف هو عدد الفريمات الكلي. فاحنا ايش راح نسوي؟ راح نستدعي الكونستراكتور الخاص بنفس الكلاس هذه، فراح نقول this عشان نستدعي الكونستراكتور الاول، وبعدين راح نمرر نفس المعلومات اللي جات هنا، وبعدين النم فريمز، وبعدين الفريم انترفال، وبعدين الفريم سايز. طيب واخيرا عدد الصفوف لكل اعمده ايش راح يكون؟ راح يكون العدد الكلي عدد الفريمات للصف الواحد راح يكون هو العدد الكلي للفريمات. بالطريقه هذه نكون خلصنا من الكونستراكتور الثاني. طيب الان نجي للميثودز الثانيه. في عندنا ميثود اسمه ايش؟ الباس انيميشن. طيب متى راح نسوي باس انيميشن؟ لما المستخدم او المطور يستدعي وظيفه الباس انيميشن، ايش اللي راح يحصل؟ راح نغير قيمة الـ is passed، راح نخليها ايش؟ راح نخليها true.
فاذا فعلا راح نقول له وقف اللعبه. الان المتغيرات هذه اللي قاعدين نضبطها هنا وهنا وهنا راح نحتاجها وين؟ في الابديت. تمام، فاذا خلصنا من الباس راح نجي للستوب انيميشن. طيب في الستوب انيميشن ايش راح نسوي؟ لما المستخدم لو المطور استدعي الستوب انيميشن، اول شيء راح نسويه الاسبلاينج راح نخليه فولس. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه انه الفريم الحالي اللي احنا شغالين عليه راح نخليه صفر، راح نصفر الفريم. طيب النقطه الاخيره انه الكاونتر اللي بنستخدمه في حساب الوقت بالملي سكند اللي تم استغراقه للريكتانجل اللي هو الكاونتر اسمه توتال فريم ريت، ايش راح نسوي فيه؟ كمان راح نصفره، راح نخليه صفر. طيب الان باقي البلاي انيميشن. طيب في البلاي انيميشن اذا كانت اللعبة اذا كانت الانيميشن متوقفة مؤقتا، فايش راح تسوي؟ راح نلغي الايقاف المؤقت هذا، راح نقول is past يساوي false عشان نلغي الايقاف المؤقت. طيب وبعد كده راح نخرج من الميثود هذه. طب لو ما كانت لو انه ما كانت متوقفه، ايش اللي راح يحصل؟ راح نشغل الاس بلاين، راح نشغل الحركه، راح نخليها ترو، وموضوع الاس لوبينج او تكرار الحركه من وين راح ناخذه؟ راح ناخذه من القيمه اللي بيتم تمريرها للميثود هذه، وهي بشكل افتراضي ترو. يعني لو مستخدم ما حط شيء راح تكون هنا القيمه ايش؟ ترو، هنا راح تكون لوب. طيب الآن نجي للجزء المهم اللي هو الأبديت. فإذا الآن هنا في الأبديت راح نكتب الميثود التالية، راح نقول إذا كان مسموح بالحركة وكمان في نفس الوقت ما في توقف مؤقت في الحركة، في الحالة هذه ايش راح نسوي؟ راح نبدأ نعالج موضوع الحركة. طيب فاذا التوتال فريم ريت كان صفر صح؟ لما تسوي نيو انستنس من الكلاس هذه راح يكون صفر. الان راح نزيد عليه القيمه المستغرقه للابس تايم او الابس جيم تايم، الوقت المستغرق. تمام، فمن وين راح نقرا؟ راح نقرا من الريندر كونتينر اللي احنا بنمرره للميثود ابديت. فريندر كونتينر دوت جيم تايم دوت الابس جيم تايم دوت ملي سكند. طيب الان في حاله انه الكاونتر تبعنا هذا اللي سميناه توتال فريم ريت اصبح اكبر من او يساوي الفريم انترفال اللي احنا حددناها لكل ريكتانجل او لكل فريم، المده الزمنيه بالملي سكند المطلوبه لكل فريم، اذا طلعت الكاونتر اكبر ايش راح نسوي او يساوي؟ في الحالة هذه إذا راح نباشر الحركة للفريم التالي، فننتقل من الفريم الحالي إلى الفريم التالي. فأول شغلة نسويها نصفر العداد، إذا العداد هنا أدى دوره فالآن نصفره. طيب بعد كذا راح نجي للمسؤول عن في صوت ما في صوت؟ في صوت. طيب في صوت أوكي. فإذا راح نجي للفريم فريم ريكتانجل اللي هو المربع اللي قلنا وظيفته راح يرسم لنا اجزاء من الصوره. فالفريم ريكتانجل دوت لوكيشن يساوي مكان الريكتانجل هذا وين راح يكون؟ راح يكون نيو بوينت. ايش النيو بوينت هذه؟ نيو بوينت راح تساوي الفريم سايز دوت اكس، راح نضربها في الكرنت فريم، وراح ناخذ باقي القسمة على مجموع الأعمدة. طيب فإذا هذا كانت النقطة على X. طيب الآن على Y ننزل هنا شوية، نقول إنه هنا الفريم سايز دوت Y راح نضربها في
ال راح نقرب القيمة math dot flow إلى أدنى integer، وراح تكون ال current frame rate راح نقسمها على طيب ال floor decimal. طيب خلونا هنا نقول انه دبل، نحط القيمة اللي هنا نخليها ايش دبل، نشوف هل راح تنتهي المشكلة او لا. طيب ما انتهت المشكلة. طيب لو قلنا انه هذا كمان نخليه دبل، بوينت بتاخد طيب طيب ممتاز اوكي. طيب اللغز كله في الانيميشن هو في الكود هذا اللي كتبناه، تمام؟ وفي فكره بسيطه، في فكره رياضيه بسيطه بس ما راح نلحق نشرحها، تمام؟ لكن في الارتكال لما الخص الورشه العمل هذه اللي قدمناها امس واليوم راح الخصها في مجموعه من الارتكلز، وراح انزل السورس كود على الجيت هاب، فراح في الارتكلز الخص ايش وظيفه الكود هذا اللي كتبناه، تمام؟ احنا الان بس نبغى نشوف انه الانيميشن السبرايت تم. طيب ايش في كمان عندنا؟ في عندنا بعد ما نصفر العداد ونحدد الريكتانجل، راح نقول انه الريكتانجل هذا اللي سويناه اللي هو الفريم ريكتانجل هو راح نعينه لمين؟ للدرو ريكتانجل. فاذا الدرو ريكتانجل راح يساوي الفريم ريكتانجل. طيب وبعد كده الريكتانجل الحالي راح نزيده، تمام؟ طيب وراح نقول اذا كان الكرنت فريم اكبر من او يساوي النم فريمز، ففي الحاله هذه صفر الكرنت فريم خليه بصفر، وكمان الاز بلاينج خليها تساوي الاز لوبينج. الآن يفترض إنه الـ الكود هذا راح يشتغل، فنتمنى إنه الآن إيش راح يشتغل. وإحنا الآن بس إلى الآن سوينا الإيش الكلاس الخاصة بالأنيميشن. الآن راح نخلي الهيرو تبعنا بدل ما هو بطل ثابت راح يصير بطل متحرك. طيب وين الهيرو؟ الهيرو هنا. طيب اول شيء في الهيرو كان جي سبرايت، الان لا ما راح نخلي جي سبرايت، راح نخليه ايش؟ جي انيميتد سبرايت، تمام؟ طيب السبرايت هذا الانيميتد راح نحدد له الفريم كم الويدث تبع الفريم، تمام؟ فكمان راح نسوي برايفت كونست انت فريم width راح نخليها 64. من وين جبت ال 64؟ ال 64 هذه من وين جبتها؟ لو شغلنا لو شفنا اللعبة هذه، لو شفنا البروبرتيز تبع الانيميشن هذه، تمام؟ او السبرايت شيت هذه، لو شفنا البروبرتيز تبعها فراح نحصل انها كم؟ راح نحصل انه طولها 64، تمام؟ بس العرض تبعها كم؟ 640. طيب 640 هنا عندنا 10 انيميشنز، يعني كل فريم راح ياخذ الويدث تبعه كم؟ 640 قسمة 10 اللي هو 64، تمام؟ فاذا العرض هو ايش؟ 64. طيب نيجي هنا وخلينا 64. طيب الموف سبيد نخليه مثلا 130، 200 كان بيتحرك بسرعة.
طيب الان الهيرو سبرايت هو مو جي سبرايت، هو جي انيميت سبرايت، اذا الكونستراكتور اختلف مظبوط. طيب ايش راح نسوي؟ راح نمرر المعطيات الثانيه المختلفه. معلش، نيو جي انيميتد سبرايت. طيب ف راح نمرر عدد الفريمات، كم عدد الفريمات؟ 10. طيب كم الفترة الزمنية اللي تبغاها؟ خلونا نجرب 75 مثلا او 60، راح نشوف احنا 75 ملي سكند اشوفها كويسة. تمام، طيب 75. طيب كم حجم الفريم؟ حجم الفريم يساوي نيو بوينت. طيب الويت تبعه، الويت تبعه من وين نجيبه؟ من القيمة الثابتة اللي قبل شوي عرفناها، فاللي هي الفريم ويت. طيب وبالنسبة للارتفاع، الارتفاع كمان يفترض ان احنا نعرف قيمة ثابتة. تمام، بس لحسن الحظ انه ايش كمان هي نفسها، هي 46 46 في الطول وفي العرض. تمام، طيب فالآن خلصنا من موضوع الكونستراكتور وضبطنا الاحداثيات هنا. طيب في الانيشيالايز ايش اللي راح يحصل لما تروح تقول له انيشيالايز؟ راح نقول له ايش؟ سوي الانيميشن. فاذا هنا الهيرو سبرايت دوت بلاي انيميشن، حرك الانيميشن. طيب هل الحركه هذه تبغاها مره واحده ولا تتكرر؟ لا، احنا نبغى اللاعب كل شويه، كل ما يتحرك كل يعني ما تنقطع الحركه، مو مره واحده تقعد الحركه مستمره. اذا راح نقول ايش؟ ترو، او ما يحتاج تكتب ترو لانه هي القيمه الافتراضيه. تمام، طيب اذا هذه الخطوه الاولى، ايش باقي نعدل كمان؟ هنا في عندنا في الابديت راح نستدعي كمان الايش في الهيرو سبرايت، في عندنا وظيفه الابديت صح؟ هيرو سبرايت هي الاساس، هي اللي راح تسوي الشغل هذا كله. تمام، اذا راح نستدعيها دوت ابديت وراح نرسل لها الريندر كونتينر. طيب عشان نفرق بين الكود هذا السطر وهذه المجموعه من الاسطر، هذا السطر وظيفته يسوي انيميشن، الاسطر هذه وظيفتها تسوي موفمنت، يعني الجسم لما تتغير قيم اكس تبعه ويتحرك. تمام، اذا هذا الكود المظلل هو المسؤول عن الشغله دي. لكن لما الريكتانجلز في السبرايت شيت بيتم عمل، يعني بيتم عمل انيميشن للسبرايت شيت، مين المسؤول عنها؟ اللي هي هذه، اللي هي الكود اللي قبل شويه كتبناها. تمام، او الميثود الابديت اللي قبل شويه كتبناها. طيب اذا كذا لو شغلنا اللعبه راح نشوف انه اللاعب قاعد يتحرك. شوف ايش المشكلة. طيب ايوه شفت الخطأ البسيط اللي أخطأناه؟ إيش الخطأ؟ مين يقول لي الخطأ؟ أنا ضللته، إيش الخطأ؟ الهيرو آيدل، هذا هو الهيرو آيدل، هذا هو، بس إحنا ما راح نحرك الهيرو آيدل، إحنا راح نحرك مين؟ راح نحرك الهيرو رن سبرايت شيت، مظبوط؟ فإذا بس راح نعدل اسم الكونتنت، أو المسار تبع الكونتنت. طب وين هي ال هنا راح نقول انه هيرو رن سبرايت شيت ايش المشكلة؟
طب هو الآن بيتحرك، بس في شغلة غريبة قاعد تحصل. اوه الهيرو سبرايد تويتف، الهيرو سبرايد تويتف معناها راح ياخذ 640، احنا ما نبغى 640. شفتوا؟ يعني بدل ما كانت بس يعني جزئية بسيطة، وهذا كل يعني الجسم كان يوصل إلى هنا ويوقف، لا ايش راح يصير؟ راح من هنا بس ياخذ كم؟ 640 من 800، فيدوب بس يمشي المسافة اللي هي 800 ناقص 640 ويرجع، تمام؟ فإذا الخطأ هنا. طب ايش راح نكتب هنا بدالها؟ راح نكتب هنا فريم ويدث. الآن راح نشوف الحركة، والأكواد اللي كتبناها الآن راح تكون أكواد صالحة لجميع الألعاب اللي راح تطورها مستقبلا، وما في لعبة ما تخلو من موضوع السبرايت شيت. طيب شو رأيكم؟ كذا نكون إيش خلصنا من الأجزاء المهمة جدا في الديمو. كان باقي جزئية متعلقة بالنشر على الببلش ستور، وجزئية متعلقة ب الببلش على الستور، تمام، على الويندوز ستور، وجزئيه خاصه بانه احنا نحول اللعبه هذه الى لعبه ايش؟ الى لعبه اندرويد، تمام؟ فان شاء الله نخليها في الارتكل. ففي الارتكل راح اكتب مقاله نلخص فيها اللي ذكرناه في الاربع ساعات اللي مضت، والامور اللي ما لحقنا نسوي عليها، يعني ما لحقنا نتمها. فإلى الآن هل في أي سؤال أو أي استفسار؟ وأعتذر منكم، أنا طولت عليكم جدا الصراحة. طيب هل في أي سؤال أو أي استفسار؟ طيب يا لما والشباب اللي معاكم، شكلنا طولنا عليكم مرة، صحيح؟ طيب باقي جزئية الاصطدام، لا مو بس الاصطدام، باقي الاصطدام وباقي استخدام الانبوت لما نروح نسوي دبل كليك على الشاشة، ولما نستخدم الاكسلروميتر، تمام. يعني الصراحة أنا أخطأت أو ما قدرت أقدر الوقت الصحيح لورشة العمل هذه. أنا كنت أتوقع أن 4 ساعات كافية، لكن ممكن محتاجة أكثر من كذا. بس كيف راح نعوضها؟ راح نعوضها بموضوع راح نكتب على الارتكل، راح أكتب على المدونة تبعي، راح أكتب ارتكل أو مجموعة من الارتكلز نلخص فيها المونو جيم ونلخص فيها الديمو، تمام؟ فيصير عندك ارتكل جاهزة، بس ترجع لأجزاء معينة في الارتكل فتفهم كيف سوينا الشغلات هذه. واضحة الشغلة دي؟ طيب محاضرة أمس واليوم راح تنحط على اليوتيوب إن شاء الله يا سارة، راح تنحط على اليوتيوب. طيب شكرا جزيلا لكم، الله يديكم العافية، واعذرونا على الإطالة، ونشوفكم في سيشنز او في لقاءات قادمه. واللقاءات القادمه راح نتكلم فيها عن مونو جيم، راح نتكلم فيها عن زمرين وعن زمرين دوت فوربس. واذا في اي مواضيع اخرى تبغوا تقترحوها، حسابي على تويتر موجود، وكمان ممكن تقترحوها على حساب طاقات الشبابيه اللي هم مايكروسوفت ايماجين سعودي اريبيا. طيب شكرا جزيلا، نشوفكم في لقاءات قادمه.